بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هي العادة في كل لقاء نبدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم بالسؤال الجوهري، هل الصوت مسموع؟ فإذا كان الصوت مسموع الرجاء الضغط على رقم واحد في خانة شات. ممتاز ممتاز جدا، شكرا لكم جميعا. أنا سوف أفعل الشات من أجل أضعه على اليمين والبارتيسيبنتس أيضا، لأنني طيب دكتورة رغد سوف أتابع الشات أنا في حال وجود أي أسئلة، وأعتقد معنا أخونا الأستاذ أسامة خالد من أجل أن يعمل تلخيص إذا لم يكن موجودا يعني بسبب الوقت، فلا بأس يعني ممكن أن أعمل التلخيص لاحقا. نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم، ونرحب بضيفتنا العزيزة والغالية الدكتورة رغد الجاجي، وهي دكتورة متخصصة في اللغة العربية. ستتحدث إلينا الدكتورة رغد عن الموضوع الخاص بالتدقيق اللغوي، التدقيق اللغوي والتحرير وأهم الأخطاء الشائعة التي تحدث في اللغة العربية، وأعتقد أن هذا يهمنا كثيرا نحن معشر المترجمين أو العاملين في مجال الترجمة. ونود أن نذكر بأن هذا اللقاء سيكون على يومين بإذن الله تعالى، ونرجو أن نوضح من الآن أن أي عمل في التدقيق اللغوي أو الأخطاء الشائعة لا يمكن أن يبدأ الحديث عنه أبدا إلا إذا عملنا كلنا على فهم الإطار النظري. هذا الشيء ضروري جدا، أنا أعرف تماما أن كثيرا من الأشخاص لا يحبون النظريات، لكننا طلبنا إلى الدكتورة رغد أن يعني تكرمنا بهذا اللقاء من أجل أن نتحدث عن أشياء نظرية مهمة جدا لنعرف ما هو سبب وجود القواعد أصلا أو التدقيق اللغوي وكل هذه الأشياء. هذه أشياء مهمة جدا يجب أن نتعرض إليها نظريا قبل أن نتجه إلى الواقع العملي. أنا أدرك مرة أخرى وأكرر وأعتذر عن الإطالة، لكن هذا مهم جدا. أدرك تماما أن كل واحد منا يريد التطبيق العملي مباشرة، لكن ذلك لا يمكن أن ينجح في عملية التدقيق اللغوي أصلا إذا ما أردنا أن نعمله دون قواعد راسخة. فدكتورة رغد أهلا وسهلا بك وشرفتنا في هذا الملتقى، وكبداية فقط تحفيزية للأخوة الكرام الموجودين، دكتورة رغد أنا قبل بضعة أيام كنت أتحدث إلى أخينا العزيز من اليمن الأستاذ أحمد مناوس عن موضوع الشهور، يعني هذا الإرباك الذي يحدث في العالم العربي، وهو فعلا إرباك كبير في بلاد المغرب العربي. نجد يعني هناك تسميات للأشهر الميلادية، وهذه التسميات كلها يعني مأخوذة من الفرنسية، أما في الدول الأخرى فتستخدم الكلمات المعربة عن الرومانية، وفي بلاد الشام والعراق تستخدم الأشهر السريانية. لدي تساؤلات كثيرة، يعني لماذا هذا الاختلاف؟ يعني لماذا لا يوجد تسمية واحدة فقط لهذه الأشهر؟ هل كانت التسمية واحدة وتغيرت، أم ما الذي حدث بالضبط؟ وبإمكانك بعدها مباشرة أن تدخلي في محاضرة، وشكرا لوجودك معنا وأهلا وسهلا بك. تفضلي دكتورة رغد، الكل يسمعك الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا، أرحب بالحضور الكريم، أشكر أيضا الدكتور محمد أبو ريشة والدكتورة إيمان بركات والذين يعني يستمعون الآن، أشكركم جميعا على حضوركم وأرجو إن شاء الله هذه المحاضرة مفيدة وممتعة بإذن الله، مفيدة وممتعة معا إن شاء الله ستكون. بداية يعني إذا أردنا أن نتحدث عن التدقيق اللغوي أو أولا نريد أن نعرف ماذا نعني بالتدقيق؟ أولا تعريفه والقضايا المتعلقة به نتناولها إن شاء الله في درسنا اليوم أو في محاضرتنا هذه. التدقيق اللغوي بداية هو عملية ينبغي أن يقوم بها الكاتب، يعني من يكتب نصا سواء كان كتابا أو أي نوع من أنواع الكتابات ينبغي أن يقوم هو بتدقيق نصه
فيناقشه من حيث الصرف ومن حيث الإملاء ومن حيث النحو ومن حيث الدلالات ومن حيث الأسلوب إلى آخره. لكن في عصرنا هذا المشكلة أن مجتمعاتنا ابتعدت كثيرا عن اللغة الفصحى، وأصبحت لغتها الفصحى مشوبة بعاميات مختلفة، وعامياتها بعدت كثيرا عن المستوى الفصيح المطلوب تحقيقه في متكلم اللغة الأصلية يعني. ولذلك أحدث هذا إشكالات مختلفة، منها أن الكتابات التي أخذت تنشر في عصرنا الحالي أصبحت مليئة بالأخطاء، وهذا يحدث على مستوى يعني حتى على مستوى الجامعات أو كتاب مشهورين، هناك أخطاء لغوية فادحة موجودة حاليا في الكتابات المختلفة، سواء في الصحف أو في الكتب التي تنشر، ويعني في شتى المجالات. هذا الأمر يعني أسبابه مختلفة، ونحن ربما نشير قليلا إلى بعض الأسباب، لكن هذا أيضا دفع بعض الكتاب إلى الرغبة في تنقيح كتبهم، فهم في هذه الحالة إذا لم يكن الكاتب قادرا على تنقيح كتاباته وتدقيقها، عليه أن يقوم بها إلى من يستطيع ذلك. يعني غالب دور النشر يكون فيها مدقق لغوي يقوم بهذه المهمة، وهذا ليس عيبا، ولكن الأفضل منه أن يكون الكاتب هو نفسه قادرا على أن يقوم بتدقيق كتاباته، ومن ثم دفعها إلى القارئ. لماذا علينا أن ندقق كتاباتنا؟ سواء كانت هذه الكتابات مباشرة، يعني أنا أقوم بكتابة هذا المقال أو هذا النص أو هذا الكتاب، أو أقوم بترجمة شيء ما من لغة مختلفة، قصة، نص، كتاب إلى آخره. طبعا يعني المترجم، وهذا نوجهه اليوم طبعا لأنه الجمهور غالبا من المترجمين، فنقول أن المترجم عليه أن يكون ملما، وطبعا هذا أمر أكيد أنتم تعرفونه، عليه أن يكون ملما بكلا اللغتين. وإذا كان المترجم عربيا وهو يترجم للعربية من لغة أخرى، فمن باب أولى أن تكون معرفته بلغته الأم، بلغته الأساسية، عالية وتمكنه من صياغة أفكاره ومن نقل أفكار الآخرين، حيث يترجم أفكاره من نقلها إلى لغته بشكل عال، بشكل فصيح، بشكل خال من الأخطاء. هذه الظاهرة، وجود الأخطاء في الكتابات المختلفة التي أقدمها للآخر، تنتقص من قيمة اللغة وتقلل من شأنها، وهذا أمر لا نستطيع إنكاره. يعني أنا إذا كنت متحدثة باللغة العربية، لغتي العربية هي الأصل، هي الأم وهي لغتي الأصلية، وأخطئ عندما أقدم نصي للآخر، أخطئ في اللغة، أخطئ في النحو، أخطئ في الصرف، يعني كيف أستطيع المتلقي أن يثق بما أقدمه له؟ فهذه نقطة مهمة جدا علينا كتابا أن ننتبه إليها. قديما كان عبد الملك بن مروان عندما يعني له مقولة مشهورة يقول: شيبني صعود المنابر وتوقع اللحن، أو اختلاف الروايات. هذا وهو من هو؟ يعني وهو عالي المكانة بالنسبة للغة، ومع ذلك كان يخاف من اللحن ويخاف من الخطأ، ويشعر بهذا القدر الكبير من الرهبة عندما يصعد إلى المنبر ويريد أن يقدم خطبة ما أو كلاما ما، فيشعر بهذا القدر من الرهبة لأنه يخاف أن يخطئ، يخاف أن يلحن. طيب، إذا كان هذا الأمر يتعلق بالحديث الشفهي، وفي الحديث الشفهي يحدث ارتجال، يحدث سرعة، تحدث هيبة، طيب إذا كنا نتحدث عن الكتابة، فمن باب أولى أن يقوم الكاتب ب يعني أن يكون دقيقا جدا في كتاباته، حيث لديه متسع من الوقت ويستطيع أن يدقق وينقح ما يكتب ويقدمه إلى المتلقي في أحسن شكل وفي أفضل حالة. لماذا كان التدقيق اللغوي مهما؟ طبعا بالإضافة إلى كل ما ذكرنا، أول فكرة
أول قضية أن المتلقي يكون فكرته عن المرسل. طبعا كما تعرفون نحن لدينا مرسل ومرسل إليه ورسالة، فالمرسل هو الكاتب والمرسل إليه هو المتلقي الذي يقرأ نصي، والرسالة هو النص الذي أقدمه له، سواء كان نص عفوا يعني مقالة كتابا أو غيره. أنا أكون فكرتي، أكون معلومات معينة، أكون نظرة عن الشخص المرسل من خلال لغته، من خلال هذا النص. فكلما كان نصه مرتفعا كانت فكرتي عنه مرتفعة، وهكذا، والعكس بالعكس صحيح. طيب، بالنسبة لإيصال المعنى، النقطة الثانية، إذا أردت أن أوصل المعنى بشكل صحيح إلى القارئ علي أن أصوغه بطريقة صحيحة، يعني على ألفاظ أن تعبر تماما عن فكرتي، عن المعنى الذي أريد أن أوصله إلى القارئ. النقطة الثالثة، أن صحة النص تلعب دورا مهما في التأثير على وعي المتلقي، وأيضا أضيف إليها على لا وعيه. بدون شعور، أنت تشعر بدون قصد تقريبا، تشعر بأنك تنجذب لمن يكتب بطريقة صحيحة، يشعرك بالارتياح، فلا شعوريا أنت تنجذب إلى ما يكتب، وهذا له دور كبير جدا في التأثير على وعي المتلقي واستجابته للرسالة. طيب، النقطة الرابعة، هناك كثير من القصص التي توجه للأطفال، وقد تكون من كتابة القاص نفسه، وقد تكون مترجمة من لغات مختلفة. هذا الطفل في عمر معين تتشكل لغته ويتشكل النظام اللغوي في دماغه. إذا قمت بتقديم لغة مختلة إلى هذا الطفل، فلا بد أن هناك خلل ما سينشأ في النظام اللغوي لدى ذلك الطفل. ولذلك من المهم جدا للآباء والأمهات عندما يقدمون قصص لأطفالهم أن يطلعوا عليها بداية، وأن يتأكدوا من خلوها من الأخطاء. طبعا نحن يعني نعرف هناك أخطاء فكرية تقدم بشكل منتشر جدا هذه الفترة، وأيضا الأخطاء اللغوية، يعني الأمر ليس أقل من الأخطاء الفكرية، أهميته أيضا على درجة كبيرة، وينبغي الانتباه إلى هذا الأمر. النقطة الأخيرة، الاهتمام بالصحة اللغوية في النصوص يعكس حرص المرسل على لغته واعتزازه بهويته واحترامه للمتلقي. كلما حرصت على تجويد لغتي، هذا يدل على أنني أعتز بها وأحرص عليها وأعتز بالهوية التي تمثلها تلك اللغة. وأيضا أضيف إلى ذلك، أنا أحترم المتلقي، وبالتالي أقدم له نصا منقحا مدققا خاليا من الأخطاء. هذا يدل على احترامي لهذا المتلقي الذي أقدم إليه نصي. هذا بالنسبة لي أهمية التدقيق اللغوي. الآن إذا أردنا أن نعرف تاريخ التدقيق اللغوي وارتباطه بنشأة النحو، أعتقد كلنا عرفنا كيف نشأ علم النحو في بدايات التدوين وبداية نشوء العلوم المختلفة العربية والإسلامية، بدايات تدوينها، والحديث عن هذا الأمر يروون قصص كثيرة، وبعضها صحيح وبعضها غير صحيح. يقول ابن خلدون، إنه لما فسدت ملكة اللسان العربي في الحركات المسماة عند أهل النحو للإعراب، استنبطت القوانين لحفظها، ثم استمر ذلك الفساد إلى موضوعات الألفاظ. هذا لأن العرب قد اختلطوا بغيرهم من الأجناس المختلفة بانتشار الإسلام في الأمصار والدول المختلفة، دخل كثير من أهل هذه الأمصار في الإسلام، ومن ثم اختلط العرب بغيرهم. ويرى النحاة أن هذا قد أثر على لغة العرب، فأصبح عندهم لحن، أصبح عندهم أخطاء، من ثم احتاجوا إلى وضع أسس لعلم النحو حتى يحفظوا من خلاله كلام الناس، ويحفظوا قواعد اللغة، ويستطيع الأعجمي أو غير العربي الذي دخل في الدين الإسلامي وبدأ يختلط في العرب، يستطيع من خلال تلك القواعد أن يتعلم اللغة العربية، ومن خلالها يتعلم الإسلام، ويكون قادر على ممارسة شعائر الدين. ومن ثم ظهرت المؤلفات المختلفة، فظهر يعني ظهرت المؤلفات في المفردات،
في قواعد اللغة العربية وضع سيبويه كتابه. كثير من العلماء وضعوا هذه المؤلفات رغبة في ضبط اللسان العربي ولتسهيل أيضا إتقان اللغة بالنسبة لغير العربي. الآن قد يأتي شخص ويقول يعني ما فعله النحاة يخالف قضية التطور اللغوي، وكلنا نعرف أن الدراسات الغربية الحديثة دعت إلى فكرة الوصفية وليس المعيارية، وأن ما يحدث في اللغات المختلفة هو عبارة عن تطور، أن اللغة كائن حي تتطور تموت تتقدم يهبط مستواها إلى آخره، يعني كأنهم يريدون أن يقولوا أن الأمر ينبغي ألا نتدخل فيه وأنه خاضع للطبيعة أو خاضع لمجريات الحياة، يعني ما تمر به الأمة يؤدي بلغتها إما إلى الارتفاع أو إلى الانخفاض. لكن نحن بما نعرفه عن خلفيات هذا الأمر لا نستطيع مطلقا أن نسلم بهذه الفكرة على ظاهرها. التطور اللغوي برأيي الشخصي هو موجود بالتأكيد، اللغات لا تقف عند حالة واحدة، تتغير بتغير الزمن، لكن للنحاة ولمستعملي اللغة دور في جر ذلك التطور إلى ناحية إيجابية أو إلى ناحية سلبية. يعني أنا من خلال حفاظي على لغتي، حفاظي على الصحيح منها، ونبذ الخاطئ في الاستعمالات، أستطيع أن أحافظ على مستوى هذه اللغة فتبقى متماسكة. حضراتكم تعرفون أن اللغة الإنجليزية بعصر شكسبير ليست هي نفسها الموجودة حالياً. إذا أنا أريد أن أترك التطور اللغوي اليسير للغتي كما يشاء، لابد أن لغتي هذه ستختلف نظاماً وليس فقط دلالات المفردات، لا ستختلف تماماً. وهذا أمر يعني لا يقبل، يعني لا نستطيع أن نقبله ولا نسلم به هكذا. الوصفية والمعيارية ليست وليدة هذا العصر وليست وليدة النظريات الغربية الحديثة. كان الشاعر الأموي الفرزدق يقول في قوله لعبد الله بن أبي إسحاق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف. فقال له عبد الله بن أبي إسحاق: على ما رفعت مجلف؟ مسحتا المفروض ما بعدها يكون معطوفا عليها، يعني ينبغي أن يكون منصوبا. فقال له الفرزدق: على ما يسوءك وينوءك، علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا، وفي رواية أخرى عليكم أن تتأولوا. يعني الفرزدق كان متبعا لمبدأ الوصفية منذ ذلك الحين، يرى أنه هو المعيار وليس النحوي. قواعد النحاة بالنسبة للفرزدق يعني لا يعتقد أن عليه أن يمشي عليها، وإنما يظن أن القواعد ينبغي أن تؤخذ من كلامه هو. وهذا يعني هذه قضية صحيحة في جزء وغير صحيحة في جزء آخر، لأنه في النهاية القواعد هذه أخذت من لغة من مادة واسعة جدا. فإذا أتى أحدهم كالفرزدق وقال: أنا أريد أن أرفع ما بعد العطف وقبله منصوب، وأنا أريد هكذا، يعني فقط لأن مزاجي يعني يسير بهذه الطريقة، أنا فقط أريد أن أفعل هذا، هذا الأمر غير مقبول. أولاً ينبغي أن تؤخذ القواعد من تلك المادة الواسعة، المادة الواسعة التي استنبط منها القواعد وحصل فيها استقراء وعرفوا من خلالها أن الفاعل يكون مرفوعاً والمفعول به يكون منصوباً وما إلى ذلك، وبالتالي هذه قواعد ينبغي السير عليها. فأن يأتي شخص ويقول: علي أن أقول وعليكم أن تحتجوا، بالطبع هذا أمر يعني لغوياً غير مقبول. وهذا ربما ما دعا أو ما دفع بكثير من النحاة إلى أن يرفعوا سيفاً على بعض الشعراء فيقفون لهم بالمرصاد، وبدأوا يبحثون عن المآخذ والأخطاء الموجودة في أشعار الشعراء وتؤلف فيها الكتب. طبعاً كان هناك أكيد دوافع شخصية
في كثير من الحالات، يعني لا نستطيع أن نقول أن الأمر دائما كان لغويا، وإنما هناك في بعض الحالات دوافع شخصية دفعتهم إلى الأمر. الفكرة التي أريد أن أقولها أن هناك توازن ينبغي الحفاظ عليه. هناك قواعد ثابتة تحفظ هذه اللغة وتجعل هذا النظام متماسكاً، النظام اللغوي لهذه اللغة تجعله متماسكاً غير مترهل، هذه التي يجب أن نحافظ عليها. لكن في المقابل لدينا أيضاً مصادر إثراء، لدينا اشتقاق ولدينا تعريب ولدينا نحت، لدينا كثيراً من مصادر الإثراء هذه تساعد على أن تواكب اللغة عصورها المختلفة. قد يأتي من يقول إن اللغة في العصر الجاهلي مختلفة عن عصرنا هذا. الذي يختلف ما بين ذلك العصر وعصرنا هذا هو طبيعة الحياة التي يعيشها العربي. كان حوله خيمة وناقة وجمل وحصان، هذه المواد الموجودة حوله وهي التي يعبر عنها. في عصرنا هذا الأمر يختلف، ما حولي الآن ليس نفسه ما كان حول الشاعر الجاهلي، وبالتالي مفرداتي أيضا ستكون مختلفة. واختلاف المفردات لا يؤثر بحال على أصل نظام اللغة، وإنما النظام اللغوي نفسه من النواحي التركيبية والنواحي الصرفية هو الذي يحكم هذه اللغة، وهو الذي يمثل الأساس فيها. حفاظي على هذا النظام يمثل حفاظا على اللغة. وطبعا كما قلنا قبل قليل، مصادر الإثراء الموجودة في اللغة العربية ربما لا يوجد مثيلها في لغات أخرى، وهي تسمح وتعطي مرونة لهذا النظام، تسمح له بمواكبة عصره، تسمح للإنسان العربي في كل زمان ومكان أن يواكب عصره وأن يكون متماشياً مع حاجياته. النقطة الأخيرة، ارتباط النهضة الحضارية بالنهضة اللغوية. نعم، نحن نعرف أن الأمة العرب حضارياً في الوقت الحالي ليست كما نريد وليست كما ينبغي، لكن هذا لا يعني بحال من الأحوال أن أفرط في لغتي لأنني حضارياً متأخرة مثلاً عن الحضارة إلى حد ما. لا، تأخر أحدهما لا يعني أبداً أنني أستطيع التفريط في الآخر. لا أفرط في حفاظي على النظام اللغوي، وإنما ينبغي أن يقوم كل منا بالحفاظ على الثغر الذي يقف عليه. كل منا يقف في مكان معين يدافع فيه عن هوية هذه الأمة، عن مكانة هذه الأمة، فكل منا يستطيع، كل منا عليه أن يقوم بواجبه في الحفاظ بالثغر الذي يقف عليه. ما يتعلق في أخطاء العامة أو الأخطاء الشائعة، ألف في هذا العلم منذ القدم. فعندنا الكسائي في 189 هجرية ألف ما تلحن فيه العامة، وهذا وقت مبكر جدا يعني للتأليف في هذا الأمر. عندنا إصلاح المنطق لابن السكيت وأدب الكاتب لابن قتيبة في 276، لدينا لحن العوام لأبي بكر الزبيدي في عام 316، بعد ذلك أبي مكي الصقلي، وهذا كان في 577، له كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان. كل وجواد معجم الأخطاء الشائعة، هؤلاء كلهم ألفوا في هذا الأمر، وأغلب كتبهم يعني مفيدة جدا في هذا الجانب. آخر تلك الكتب الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية لمحمود عبد الرزاق جمعة، وهذا له صفحة على الفيسبوك بعنوان تدقيق لغوي. إذا أردت أن أدقق نصاً، سواء كان هذا النص ملكي أنا كاتبه، أنا المؤلف، أو أترجمه من لغة مختلفة، ما الذي علي أن أنتبه إليه قبل أن أدفع بهذا النص إلى القارئ؟ أول شيء دقة الدلالة. دقة الدلالة، المعنى الذي أريد إيصاله للقارئ أو للمتلقي أو للمرسل إليه، الفكرة التي أريد إيصالها، المعنى، علي أن أكون دقيقة جدا، أكون دقيقا جدا في إيصال هذه الدلالة للآخر. سلامة المبنيين الصوتي والصرفي،
صوتي شفهيا وينعكس ايضا كتابيا، لان بعض الكلمات اذا لم ينتبه بشكل جيد لنطقها الصوتي او نطقه الشخص بطريقه غير صحيحه قد يكتب ايضا بطريقه غير صحيحه. الناحيه الصرفيه، تصريف الكلمات، فعل ماضي، فعل مضارع، اشتقاق المشتقات، مثلا اسم الفاعل واسم المفعول والصيغ المبالغه والصفه المشبهه، اشتقاقها واستعمالها في مكانها الصحيح. سلامة المبنى التركيبي النحوي من حيث علامات الإعراب والبناء، التقديم والتأخير، الحذف والزيادة، وسلامة الإملاء وضبط الفقرات وعلامات الترقيم والهوامش. اليوم إن شاء الله سنحاول أن نتناول المبنى الصوتي والمبنى الصرفي والإملاء، ونؤجل التركيبي وكذلك الدلالي للقاء الغد بإذن الله. أريد أن أشير إلى قضية مهمة جدا. بعض المدققين يعني يحكمون بالخطأ بشكل متسرع، فأي عبارة لم تناسب هواهم يحكمون بأنها خاطئة، وفي الحقيقة أنا أرى أن هذا نوع من التشدد ينفر الآخر، لا سيما مجتمع الشباب الذين يعني ربما اتصالهم بالكتب القديمة لم يكن كبيرا، لم يكن كافيا. نحن نريد أن نحبب بلغتنا، لا سيما الفئة العمرية الشبابية، فلا نريد أن نقول مباشرة على أي تعبير مجرد أنه لم يرد في لغة العرب قديما نقول إنه خاطئ، يعني أظن هذا تعسف. إذا كان هناك له وجه في لغات العرب، طبعا نحن نعرف أن لغة العرب كانت عبارة عن قبائل ولهجات، ومن ثم يمكن أن يكون هناك بعض الجوازات، يعني لم يرد هذا على لغة فلان لكنه ورد على لغة غيرهم مثلا، أو مثلا يقال في لغة العرب لكنه قليل ليس شائعا خلاف الأولى، فلا نستطيع أن نخطئ دائما إذا لم يكن لدينا دليل واضح على هذا الأمر. أعطيكم مثال، يرى بعض المدققين أن استعمال بحيث، أن ترتبط حيث بالباء، استعمال خاطئ، وقد نبه على هذا في مؤلف نشره، وأنا يعني كنت أقرأ ما ذكره وتذكرت في اللحظة نفسها أن البحتري يقول فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد. طيب إذا كان البحتري استعمل حيث بهذه الطريقة، كيف أحكم على أنها خاطئة؟ فأنا فقط التنبيه على هذه القضية، أن حكمنا بالخطأ على تركيب ما، على تعبير ما، ينبغي أن يرفق بدليل، ولا نخطئ جزافا هكذا بدون أي دليل. بعض الأخطاء الصوتية نبتدئ بها، بعضهم يكتب برد قارس بالصاد، وهي قارس بالسين. طلبك العون من الآخر، بعضهم يكتب ضرب من العبث، والصحيح أنها ضرب من العبث. بعضهم يكتب صورة مكان صورة، أو صورة مكان صورة، وهكذا. هذه أخطاء ناتجة عن اختلافات صوتية أو إشكال صوتي. نأتي إلى الأخطاء الإملائية، وهذه أعتقد أنها منتشرة بشكل كبير. الهمزات المتوسطة والمتطرفة، همزة الوصل وهمزة القطع، تنوين الفتح على الهمزة المتطرفة. طيب ندخل إلى التطبيق. عندنا همزتا الوصل والقطع، أين توجد؟ إذا حفظنا هذه القاعدة، أنا أعرف أن القواعد أحياناً تكون مملة، لكن في الحقيقة إذا أنا أحضرت لكم الأسماء التي طبعاً هو أمر معذر وغير ممكن، إذا أنا أحضرت لكم الأسماء التي تنطق بهمزة الوصل ووضعتها في قوائم، وأحضرت الكلمات التي تنطق بهمزة قطع ووضعتها في قوائم مختلفة وطلبت منكم أن تحفظوها، يعني هذا أمر شاق وغير ممكن وبالطبع غير منطقي. المنطقي أن نعرف القاعدة التي نمشي
من خلالها. متى توجد همزة الوصل في الأسماء؟ أول شيء العشرة المحفوظة: اسم وابن وابنة واثنان واثنتان وأين ويم و يذكرني اسم و ابن وابنة اثنان واثنتان وأين ويمن الله و إذا تذكرتها إن شاء الله يعني أسردها لكم بعد ذلك. إذا هذه الأسماء العشر المحفوظة هي التي تحفظ، هي عشر أسماء تحفظ ومعروف أنها تنطق بهمزة وصل. بعدها لدينا مصادر الأفعال الخماسية والسداسية. أي مصدر لفعل خماسي وسداسي همزته همزة وصل. أنا عندي انطلق انطلاق، استغفر استغفار، همزتها همزة وصل. همزة الوصل في الأفعال أمر الثلاثي، كتب أكتب، فأكتب يعني تكتب بهمزة وصل. أمر الخماسي والسداسي لدي انطلق وانطلق، انطلاق ماضي الخماسي والسداسي وأمره ومصدره كذلك. عندنا انطلق استغفر، انطلق استغفر، انطلاق استغفار، هذه همزة همزة وصل، وكذلك أمر الثلاثي. طيب همزة الوصل في الحروف للتعريف، لكننا نكتبها هكذا بهذا الشكل عندما نتحدث عنها، فقط في حالة الحديث عن التعريف تكتب بهمزة قطع، لكن عندما نستعملها موصولة بالكلمات بالأسماء فتكتب همزة وصل. همزة القطع فيما عدا ما ذكر، كل ما عدا النقاط السابقة همزته همزة قطع، وأبرزه الحديث عن الفعل الرباعي وأمره ومصدره. يعني أنا مثلا أقول أقبل وأقبل وإقبال، ماضي الرباعي أقبل وأمره أقبل ومصدره إقبال، هذه همزتها قطع. طيب هذا بالنسبة لهمزة الوصل وهمزة القطع. نأتي إلى الألف الفارقة. هناك ألف فارقة تأتي بعد واو الجماعة في الأفعال، فلدينا ركضوا، لم يركضوا، والأمر اركضوا. هناك نقطة أريد أن أنبه عليها تتعلق بهمزة الوصل. عندما أنطق بكلمة فيها همزة وصل بداية أنطق الهمزة، لكن عندما يسبقها كلام ما لا تلفظ. يعني أنا أقول استقبال، أنطق الهمزة وتكتب ألف فقط بدون همزة فوقها، لكن عندما تسبق بكلام، مجرد أن تسبق حتى لو بحرف واحد، أنا أقول واستقبال. طبعا هي تكتب في جميع الأحوال، تكتب همزة وصل في جميع الأحوال. نعود مرة ثانية إلى الألف الفارقة. قلنا هي تأتي بعد واو الجماعة، لكن من الأخطاء الشائعة أن يكتب بعض الكتاب ندعو ونرجو ويضعون ألف فارقة بعد الواو. هل هذه هي واو الجماعة؟ ندعو، هذه واو من أصل الفعل، من الحروف الأصلية لهذا الفعل، وبالتالي هي ليست واو الجماعة. إذن هذا خطأ شائع، ينبغي أن نكتب ندعو نرجو أو أدعو وأرجو، تكتب بدون ألف فارقة. إذن هي لا توضع بعد الألف الأصلية، وإنما توضع بعد واو الجماعة. طيب قد يسأل سائل مثل عندما نقول مسلم ثم أضيف هذه الكلمة إلى كلمة أخرى فأقول مسلمو المدينة أو مؤمنو القرية، هذه واو، هل أضيف بعدها ألف فارقة؟ الجواب لا، لأن هذه ليست واو الجماعة، هذه تسمى واو الجمع في الأسماء، والألف الفارقة تأتي بعد واو الجماعة في الأفعال. إذن مسلمو المدينة ومؤمنو القرية لا تكتب بعدها الألف الفارقة. طيب تنوين الفتح على الهمزة المتطرفة.
ربما دكتور محمد، هل ترغب حضرتك بمداخلة في هذا الوقت؟ أذكر أنه حضرتك قلت لي أنه في منتصف الوقت أعطيكم مجال للنقاش أو تطبيق على شيء ما. والله هو الكلام ممتع جدا، وأنا أفكر حاليا بشيء آخر، يعني هو أنك الآن توضحين بعض القواعد أو كل القواعد الأساسية لنا التي نسعى إلى تطبيقها، ولكننا صدقا لم يكن يعني لدي شخصيا، أنا أتحدث عن نفسي شخصيا، عندما أحرر النصوص، عندما أحرر النصوص التي أكتبها بنفسي أو أترجمها، يعني كنت أحرر صحيح الأخطاء الموجودة، لكنني لم أكن يعني أتوافر على نظام حقيقي من أجل ذلك. فأنا أشكر لك على كل كلمة ذكرتها، لأن هذا يعني الآن أفكر، فهناك الصوت، هناك الإملاء، هناك الهمزة وغيرها. الآن أستطيع أن أفكر بطريقة منهجية عمليا عندما أنفذ التعريف، عفوا التحرير أو التدقيق اللغوي، وقد كتبت ملخصا بكل ما ذكرتي حتى الآن، فقط من أجل أن نعطي مجالا، لأن الموضوع يعني جيد جدا يعني ذكرتي. هناك فقط كان فكرة كنت أود أن أسأل عنها، إذا ممكن بس خلال أقل من دقيقة فقط، من أجل نعمل بريك يعني فيها. ما رأيك بمن يقول يعني الخطأ الشائع خير من الصواب؟ وهذه مشكلة نعاني منها يا دكتورة في الترجمة، يعني كيف أقنع العميل الذي سيدفع لي في النهاية يعني أن ما يقوله لي، ما يطلبه مني، شيء مستحيل عمله باللغة العربية، لأنه يعني يطلب مني أشياء خاطئة، يطلب مني عدم وضع التنوين، يطلب مني عدم وضع الهمزة، يطلب مني عدم وضع التاء المربوطة، إضعها هاء مثلا. يعني هذا المترجم، هذه هموم المترجم التي أسمعها من المترجمين، ربما لم تحدث معي. فما قولك بهذا الخصوص؟ يعني يعني هي حقا ذكرت مشكلة شيء عن كبيرة. الهوية وعن الاعتزاز باللغة والحضارة، وهذا أتفق معك، فماذا يفعل المترجم في هذه الحالة؟ يعني هي حقا معضلة، ونحن كمدققين أو خلينا نقول بوصفنا مدققين لغويين، نحن نواجه أيضا مشاكل من هذا النوع، خصوصا يعني حقيقة الكتابات عند الصحفيين يعني يعتبرون أن الشائع هو الأساس، وهذه مشكلة. يعني مقولة أنه خطأ شائع خير من صحيح مندثر، أنا برأيي أنها هي التي تسير بشكل يعني دقيق جدا على نظرية التطور اللغوي اللي أحدثها الغرب. يعني هذا إذا كان يمكن أن ينطبق على اللغات الأخرى، بالنسبة للغة العربية لها خصوصية مختلفة، ومن ثم تعاملنا معها ينبغي أن يكون مختلف تماما. وأنا أعرف أن هذا العبء يقع على عاتق اللغويين ومتخصصين اللغة العربية، لكن المشكلة كما ذكرت حضرتك، إذا كان المختص ومن يفهم في هذا الأمر لا يسمع له أو لا يستجاب مثلا لنصائحه، أعتقد القضية عبارة عن يعني تحتاج إلى جهود مؤسسات وتحتاج إلى جهود دول في النهوض بهذا المجال. نعم، المشكلة واضحة في كل مكان، وذكرت شيئا مؤلما، موضوع الصحافة. هناك موقع إخباري على الإنترنت، على الشابكة، كل أخباره كاملة بكل فقراتها يبدأ بالفاعل دائما، دائما يبدأ بالفاعل، لا يميز متى يبدأ بالجملة الاسمية ولا فعلية، كل جمله يجب أن تبدأ بالفاعل على طول. هذا الشيء يعني شكرا لك الآن، يعني يمكنك أن تتابع اللقاء، بارك الله بك. شكرا على المداخلة. نعود مرة ثانية إلى التنوين وإلى بعض القضايا هذه الإملائية. لدينا تنوين الفتح الذي يكتب على الهمزة المتطرفة. الهمزة المتطرفة هي التي تأتي في نهاية الكلمة، وسيأتي بعد قليل الحديث عنها، هي والهمزة المتوسطة. طيب، هذه الهمزة المتطرفة نحن نلاحظ كلمة جزء. إذا وقعت هذه الكلمة في موضع نصب وأردت أن أعطيها تنوين الفتح، هل أضع تنوين الفتح على الهمزة مباشرة أم أضيف ألف كما جرت العادة وأضع التنوين عليها؟ الأمر يتعلق بوجود ألف قبل الهمزة أو عدم وجود ألف قبل الهمزة. فمثلا عندي جزء الهمزة ليس قبلها ألف، ومن ثم أضع ألف بعدها وعليه تنوين النصب. كذلك الأمر في كلمة برء،
إذا وقعت منصوبة، لأنه قبل الهمزة لا يوجد ألف، فأنا أضيف ألف بعدها وأضع التنوين، تنوين الفتح عليها. طيب، سماء، هنا يوجد ألف قبل الهمزة، ومن ثم أضع التنوين مباشرة على الهمزة بدون إضافة ألف. سماء، ماء، غذاء، دواء. نلاحظ في كل هذه الحالات الألف موجودة قبل الهمزة، فما احتجت إلى لإضافة ألف على بعد الهمزة للتنوين، وإنما وضع التنوين مباشرة على الهمزة. نأتي إلى الألف الممدودة والألف المقصورة، وهذا أيضا باب واسع ويعني فيه إشكالات مختلفة. متى أكتب الممدودة ومتى أكتب المقصورة؟ الجواب أن الأصل دائما الألف في اللغة العربية، الألف في جذر الكلمة ليست أصلية وإنما منقلبة عن أصل، إما واو وإما ياء. كيف أعرف منقلبة عن أصل واو أو ياء؟ من خلال تصريفات الكلمة المختلفة. عفوا دكتورة رغد، هناك سؤال فقط في هذه نعم. الجزئية بالنسبة للتنوين. أخينا فرانشيسكو ليغو من إيطاليا يسأل: ماذا بالنسبة لكلمة عبء وشيء، كيف توضع عليها تنوين الفتح؟ أحببت فقط أن أقاطعك لأن هذا السؤال آني، فأحببت أن أجي يعني نحصل على الإجابة. عبء وشيء، كيف يمكن أن نضع التنوين عليها؟ شيئا معروف أنها تكتب على نبرة في هذه الحالة وتلحقها الألف والتنوين يأتي على الألف. عبئا كذلك الأمر مثل شيئا، ويبدو أن الحرف الساكن الذي سبق الهمزة ضعف فاستعانوا بالكسرة التي سبقته. أحيانا بعض قضايا الإملاء يعني قاعدتها لا تكون دقيقة جدا، وهناك استثناءات مثل عبئا أنا أراها تكتب عادة على نبرة وبعدها ألف ويوضع عليها التنوين، وكذلك الأمر بالنسبة لشيئا. في قضية تتعلق بالتنوين منتشرة حاليا، والحقيقة أنا يعني لا أطمئن كثيرا إليها، يضعون التنوين إذا وضعنا ألف، يعني مثل ربما هنا غير موجودة، يعني مثل جزءا، إذا وضعوا ألف لتنوين الفتح فيضعون التنوين على الهمزة حتى مع وجود الألف. يعني مثلا قمرا، إذا كتبت قمرا فيضعون التنوين على الراء مع وجود الألف بعدها، قالوا أن التنوين يجب أن يوضع على الحرف الذي الخاص به يعني. لكن الإشكال أنه نحن عندما كنا صغارا قالوا لنا هذه الألف جيء بها لنضع التنوين عليها، فالآن يعني ما الفكرة، يعني ما فائدة وجود الألف هذه إذا كنا سنضع التنوين مباشرة على الحرف الذي يسبق الألف. وأحيانا بعض القضايا في التدقيق يعني أشعر كأنها موضة، يعني انتشر هذا الأمر وأصبح شائعا، فيعني جرى بعضهم عليه. نعود مرة ثانية إلى الألف الممدودة والألف المقصورة. نعرف أصل الألف من خلال إعادتها إلى أصلها، إما واو وإما ياء. عذرا دقيقة. نقول إن الألف دائما في العربية منقلبة عن أصل، وأصلها إما واو وإما ياء، فعندنا سعى وبنى وأعطى ورمى كتبت بالألف المقصورة لأن أصلها ياء. فسعى آتية من السعي، أنا من خلال الاشتقاقات المختلفة عرفت أن هذه الألف أصلها ياء. بنى، بنى يبني، فأنا المضارع أعطاني الأصل، أعطى يعطي، أيضا أنا عرفت من خلال الاشتقاقات أن أصلها ياء فكتبت بالمقصورة، وكذلك الأمر في رمى يرمي. طيب، دنا في المضارع أقول يدنو، إذا أصل الألف واو ولذلك كتبت بالممدودة، دعا يدعو، جفا يجفو، وهكذا. إذا كان أصلها واو كتبت بالممدودة، وإذا كان أصلها ياء كتبت بالمقصورة. التاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء والألف المقصورة تحدث كثير من الإشكالات فيها. فأنا عندي وجه، وعندي وجهه، وعندي وجهة، وعندي وجهت، وعندي وجهت. كلمة
أصل واحد ارتبط به لواحق مختلفة، فتغيرت الدلالة، و يعني عندنا هاء وعندنا تاء مربوطة وعندنا هاء ضمير هنا وعندنا هاء أصلية هنا. فينبغي أن نعرف تماما هذه الكلمة التي أتعامل معها، جذورها الأصلية واللواحق التي لحقتها، ومن خلالها أعرف كيف تكتب. قاعدة ثابتة، تاء مربوطة لا توجد، التاء المربوطة لا توجد في الأفعال. هذه قاعدة ثابتة، التاء المربوطة لا توجد في الأفعال. التاء المفتوحة قد توجد في الأفعال وقد توجد في الأسماء. الهاء في الكلمة في نهايتها أنظر هل هي أصلية أم هي ضمير؟ إذا كانت ضمير فتكتب هاء وليست تاء مربوطة، فوجهه غير وجهة، ووجه غير وجهه، وهكذا. فمن المهم جدا أن أفهم الكلمة التي أكتبها وأعرف حروفها الأصلية واللواحق التي لحقتها، بناء عليها أحدد إذا كانت بهاء أم بتاء مربوطة أم بتاء مفتوحة. وجهت ووجهت، هذه التاء، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، طبعا تكتب بالمفتوحة. قطعت وقطعه وقطعة، نلاحظ أن هذه الكلمات، مجرد أن أفهم هذه الكلمة و أحركها بالتنوين وما إلى ذلك، يتبين عندي أصل نهايتها، سواء كان تاء أو هاء أو غيره. كل على حدة، هذا أيضا خطأ شائع، يقولون كل على حدة، يكتبونها بالألف المقصورة، وهي بالأساس حدة تن بالتاء المربوطة. بعد ذلك نأتي إلى الهمزات. لدينا الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة، وهذا أيضا باب إشكال واسع. نحن نريد القاعدة، من خلال القاعدة يتبين كل الكلمات التي تمر فيها هذه الهمزة أستطيع أن أتعامل معها. الهمزة المتوسطة في عندي قاعدة الأقوى، حركة الهمزة وحركة ما قبلها. طبعا يعني غني عن الذكر أن المتوسطة هي التي في وسط الكلمة، والمتطرفة هي التي في نهاية الكلمة. طيب انظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبلها فأوازن أيهما أقوى. أنا عندي أقوى الحركات بالنسبة للهمزة، أقوى الحركات هي الكسرة ويناسبها النبرة أو السن، بعدها تأتي الضمة ويناسبها الواو، بعدها تأتي الفتحة ويناسبها الألف، والسكون طبعا هو انعدام الحركة. طيب الآن سئلت، الهمزة حركتها كسرة وقبلها ضمة، من الأقوى؟ الكسرة أقوى من الضمة، فكتبت على نبرة. طيب سؤال الهمزة حركتها فتحة وقبلها ضمة، من الأقوى؟ الضم أقوى من الفتح، فكتبت على واو. يعني لا أستطيع أن أنظر فقط إلى حركة الهمزة، وإنما علي أن أنظر إلى حركتها وحركة ما قبلها فأوازن بينهما. مسؤول، نحن نراها كثيرا في الكتب، بعض الكتب تكتب على نبرة، وأقر على ما أعتقد، على ما أذكر، أن المجمع المصري، مجمع اللغة العربية في مصر، أقر كتابتها على نبرة بالنسبة لكلمة مسؤول، ربما لأنهم كرهوا اجتماع واوين في نفس الكلمة. لكن إذا كنا نريد أن نجري على القاعدة، لأن المجمع اللغة العربية في الشام أقر كتابتها بهذا الشكل، وأنا أرى أن هذا أنسب لأنه يتماشى أيضا مع القاعدة، يعني ويجعل الأمر أسهل على. مسؤول قبلها ساكن وهي مضمومة، فطبعا الضم أقوى. سألت فتحة وفتحة يناسبها الألف. باءت فتحة وسكون، الفتح أقوى لكن لا تكتب على ألف لأنه سبقت بألف فتكتب على السطر. سؤدد، اجتمع عندي سكون وضم فكتبت على ما يناسب الضم لأنه الأقوى. إذن هذه المتوسطة. نأتي إلى المتطرفة. المتطرفة في اللغة العربية نهاية الكلمة. طيب نهاية الكلمة دائما عرضة للعلامات الإعرابية، وإذا كانت الكلمة تقع مرة فاعل فترفع، ومرة مفعولا به فتنصب، ومرة اسما مجرورا فتجر، كيف أستطيع أن أضبط كتابة الهمزة في ظل اختلاف الحركات؟ فقالوا لا ننظر إلى حركتها مطلقا لأن حركتها عرضة للتغير،
ننظر إلى حركة ما قبلها. المقياس فقط حركة ما قبل الهمزة المتطرفة، شاطئ، سواء كانت شاطئ، شاطئا طبعا لا، يعني تزاد ألف وتكتب بسبب تنوين الفتح، ينبغي أن تزاد الألف، لكن يعني هي مكتوبة على النبيذة. شاطئ، برء، سكون على السطر، بريء، سكون على السطر. من الأخطاء أن يكتبون كلمة بريء ب ياء غير منقوطة، وهي النبرة، النبرة التي تكون في نهاية الكلمة هي ياء غير منقوطة، وتكون الهمزة فوقها تقريبا وليس بجانبها. الآن أنا كتبت ياء ساكنة وبعدها همزة على السطر، هذه هي الطريقة الصحيحة لكتابة هذه الكلمة، بريء. سماء، بدأ، البدء، لاحظوا الفرق بين هاتين الكلمتين، بدأ الهمزة سبقت بفتحة فكتبت على الألف، أما البدء الهمزة سبقت بسكون فكتبت على السطر. التلكؤ، الهمزة سبقت بضم فكتبت على الواو. بعض الكلمات تكون همزتها متطرفة لكنها تلحق أو يلحقها ضمير، كيف أتعامل معها؟ الآن لم تعد متطرفة، أصبحت متوسطة، فقرأوا، يقرؤون، اقرأوا، بعضهم يكتبها بهذا الشكل. نحن الآن نلاحظ أن لدينا عمودين، أحدهما للخطأ والآخر للصواب. قرأوا، بقيت قرأ على حالها كما كانت في حالة المتطرفة حتى بعد إضافة واو الجماعة، وهذا يعني يخالف قاعدة الهمزة المتوسطة، ينبغي أن تطبق عليها قاعدة الهمزة المتوسطة في هذه الحالة فتكتب بهذا الشكل، قرأوا، يقرؤون، واقرأوا. بدأ، بالأصل بدأ للواحد، إذا أردت أن أعبر عن المثنى فأقول بدأ ويبدأان. هل أكتبها بالمد؟ لا، من الأخطاء كتابتها بالمد، لأن المد يتعلق فقط بالأسماء، يعني أنا أقول قرآن، نعم تكتب بالمد، لكن يقرآن لا أكتبها بالمد. هناك سبب، إدغام الهمزة مع الألف يجعلها حرف مد في مثل قرآن، وليس أحد هذين الحرفين ضمير في كلمة قرآن، لكن عندما أقول يقرآن أحد هذين، طبعا الحديث عن هذا، يقرأ الأولى الهمزة، الهمزة الأولى هذه من أصل الفعل، والألف التي بعد الهمزة هي ضمير، هي ألف التثنية، ألف المثنى، ولذلك لا يمكن أن تدغم بطريقة المد هذه، وإنما يجب أن تكتب بهذه الطريقة. أما ما تدغم فيه الهمزة مع الألف التي بعدها في مثل القرآن فهذا مختص بالأسماء وليس بالأفعال. طيب، هذا ما يتعلق بالأخطاء الإملائية. الآن نأتي إلى الأخطاء الصرفية، وهذا أيضا باب واسع، يخطئون في التثنية، في الجمع، في النسبة إلى الكلمة، في ضبط عين المضارع والماضي، في المشتقات والمصادر، وكذلك في التذكير والتأنيث. الآن لدينا جداول نستعرضها معا، ويعني نذكر ملاحظاتنا بالنسبة للخطأ ومعلم. حمراءان، إذا أردت أن أجمع حمراء، عفوا أثني حمراء، أسميها على حمراوان، فالهمزة تقلب واوا، لا أقول حمراءان وإنما أقول حمراوان. الدولتان العظمتان، أصلها العظمى، العظمى تسمى العظميان، الدولتان العظميان، هي عظمى وهما عظميان. 2 كيلومتر، هل من الصحيح أن أقول هكذا؟ الصحيح أن أقول كيلومتران أو كيلومترين بحسب موقعها من الإعراب. يقولون خدمات، والصحيح خدمات، لأنها آتية من خدمة، فعندما تجمع جمع مؤنث سالم لا أحتاج إلى تغيير الحركة. يقولون دعوات قانونية، الدعوات هي جمع دعوة بالتاء المربوطة،
يعني دعوة بالتاء المربوطة أجمعها جمع مؤنث سالم فتصبح دعوات، لكن الدعوة القانونية هي ليست دعوة بالتاء المربوطة، وإنما هي دعوة بالألف المقصورة، وهذه تجمع على دعاوى، أقول دعاوى قانونية، فتاوى وشكاوى، بعضهم يكتبها بالياء فتاوي وشكاوي، طبعا هذا خطأ، هي فتوى فتاوى، شكوى شكاوى. يقولون وفيات، وهذا أيضا خاطئ، هي وفاء وفات، وتجمع على وفيات، ليس هناك داع لكسر الفاء لأنها أساسا وفات بفتح الفاء، والألف فيها تقلب إلى ياء أو تعود إلى أصلها وهو الياء وتصبح وفيات. كف أكفاء، هذا خطأ، الصحيح أن كف تجمع على أكفاء، وإنما أكفاء جمع كفيف، كفيف فاقد البصر يجمع على أكفاء، وكف بمعنى جدير بهذا المكان يجمع على أكفاء. يقولون سواح، وهذا خطأ، لأن أصل الألف في الفعل ساحة أصلها ياء، لا تجمع على سواح وإنما تجمع على سياح، أصل الألف ياء. نية نوايا، أيضا هذا خطأ شائع ومنتشر بكثرة، الصحيح نية نيات، إنما الأعمال بالنيات. طيب مقر مقرات، الصحيح أنها مقار، ما يجمع جمع مؤنث سالم، هناك شروط ينبغي أن تتحقق فيه حتى يسوغ جمع جمع مذكر سالم، عفوا أقصد مؤنث سالم، ففي مقر ومحل هذا غير متوفر، هذه كلمات تعبر عن المذكر فلا تجمع جمع مؤنث سالم، وإنما ينبغي أن تجمع جمع تكسير، فمقر تصبح مقار ومحل تصبح محال. حارة حواري، الصحيح حارة حارات، كلمة مؤنثة تجمع جمع مؤنث سالم. أنسب إلى الدول بدولي أم دولي؟ إذا كنت أنسب إلى دولة واحدة فأقول دولي، لكنني إذا كنت أنسب إلى الدول المجتمعة فعلي أن أقول دولي. أنسب إلى حمراء، حمراوي وليس حمرائي، وزرقاء زرقاوي. كيمياء، هذا أيضا كلمة كيماوي خطأ شائع ومنتشر بكثرة، ليس هناك أي داعي لحذف الياء مما قبل الألف، كيمياء بعد الميم يوجد ياء، كيف أحذفها وأقول كيماوي؟ طيب أنا في فيزياء، هل أقول فيزاوي مثلا؟ لا، لا أقول هذا، أقول فيزيائي، فأقول كيميائي أو كيمياوي، هذا هو الصحيح في النسب إليه. النسب إلى الكوفة، يقولون شرقاوي ورقاوي وبصراوي، الصحيح كوفي وبصري ورقي وشرقي. كذلك الأمر في روماني ودوماني، الصحيح رومي ودومي، روما ودوما. طيب مديني وقبيلي، النسب إلى مدينة وقبيلة، مدني وقبلي، ولا أقول قبيلي، الصحيح أن أقول قبلي. نأتي إلى حركة عين الفعل، فبطل التيمم، بطل آتية من البطولة، أما إذا أردت أن أقول أن التيمم أصبح باطلا فعلي أن أقول بطل وليس بطل، بطل يبطل. أما بطل بضم عين الفعل في الماضي فهي آتية من البطولة. ثبت أم ثبت؟ الصحيح ثبت، ويثبت في المضارع تضم باء، الباء هنا يعني عين الفعل، في المضارع تضم عين الفعل، أما في الماضي فتكون مفتوحة. عبث وعبث، الصحيح عبث. صعد أم صعد؟ الصحيح صعد. يقولون استقلينا عن الاحتلال، والصحيح استقللنا، الياء ليس لها أي تفسير، يعني هي هنا خاطئة تماما، الصحيح استقللنا. طيب يقولون شافاه الله، من أين أتوا بهذه الألف؟ أصل الشفاء، فشفاه الله، شفاه الله وعفى، وربما
يعني العطف عليها بالفعل عافاه، وجود الألف في عافاه ربما هو الذي جعل بعضهم يعني يضيف ألف أيضا في الفعل شفا. يمحي ويدعي ويشكي، الصحيح يمحو ويدعو ويشكو، أصل الألف في محى ودعا وشكى أصلها واو، فتصبح يمحو ويدعو ويشكو. هنا عندنا قضية اتصال الفعل بنون النسوة، فالطالبات يشكين ويدعين ويرجين، طبعا هذا خطأ، الصحيح الطلاب والطالبات تستعمل في الحديث عنهم الفعل نفسه يشكون ويدعون ويرجون. كيف؟ من يفسر لي منكم؟ أنا أريد الآن تفسيرا من يستطيع أن يفسر هذه العبارة، الطلاب والطالبات. إذا أردت أن أعبر عن الطلاب فأنا أستعمل يشكون ويدعون ويرجون، وإذا أردت أن أتحدث عن الطالبات كذلك الأمر، أقول يشكون ويدعون ويرجون. من يفسر لي ذلك؟ هل من مشاهد؟ السلام عليكم. هو ممكن حضرتك بس توضحي السؤال دكتور عقد؟ يعني معلش أنا بس يعني متلخبطة شوية. نعم تفضلي، أوضح السؤال أكثر. طيب السؤال أن استعمال الفعل يشكين ويدعين ويرجين في التعبير عن جمع المؤنث غير صحيح. الصحيح أن أقول الطالبات يشكون ويدعون ويرجون، وكذلك الأمر إذا أردت أن أتحدث عن الطلاب فأنا أستعمل الصيغة نفسها. كيف يكون تفسير ذلك؟ من يفسر؟ ممكن عفوا لو سمحتي، بس لو سمحتي بس إذا ممكن، هناك قضية الميكروفونات إذا اشتغلت مرة واحدة ستسبب لنا إشكالية، فأنا هذه هي المشكلة. لذلك يعني نريد أن نعرف من الذي يريد أن يتحدث. فأمامة تفضلي، يمكنك الحديث، طيب أنا آسف جدا. انا ممكن يعني انا هجتهد واقول ان يعني اللي انا يعني اللي انا حسب معلوماتي اللي انا اعرفه ان الفعل ما ينفعش الحق به حركتين تدل على التأنيث، يعني فشيء طبيعي ان انا هقول الطالبات يشكون، مش هقول مثلا تشكينا مثلا، او ده اللي انا اعرفه يعني. طيب شكرا لك أمامة، شكرا لك. مضطر أنا أعمل ميوت الآن. أنا أقترح بأنه أي إجابة على أسئلة الدكتور رجاء وضعها في خانة الدردشة، لأنه سيصعب تماما علينا. هناك تسجيل الآن يحدث، فإذا حدث هناك إشكالية في التسجيل أنا يعني طيب تسبب لي خلاص ما مشاكل، عندي لأننا مشكلة. نستخدم برنامج خارجي وهناك إشكالية في نعم موضوع التسجيل وغيره إلى آخره. شكرا ما لك في يا مشكلة أستاذة إن شاء أمامة الله. على مداخلتك. بخصوص الآن السؤال هو كما يلي، تسأل الدكتورة رغد، وهذا السؤال يعني عجيب، يعني أنا أستغرب من هذه الجملة لأنني فعلا مربكة لي. الطالبات يشكين ويدعين ويرجين، هذه غير صحيحة، المفروض أن نقول الطلاب والطالبات يشكون ويدعون ويرجون. هو سؤالي دكتور رغد، هل إذا قلنا الطالبات يشكون ويدعون ويرجون، أم أنه يجب أن نقول الطلاب والطالبات؟ هذه غير مفهومة لدي، لأن الخطأ تقولين الطالبات، أما عند الصواب ذكرت كلمة الطلاب، فهل لأننا ذكرنا الذكور يعني، أم لسبب آخر؟ السؤال يعني فيه نوع من يعني لو حبذا لو توضح لنا لماذا وضعت هنا الطلاب؟ نعم، لا المقصد ليس وجوب وضع كلمة الطلاب، لا أقصد هذا، ربما يعني اختصاري أنا هو الذي أحدث هذا الإشكال. أنا نعم أريد أن أقول إن الصحيح أن نقول الطالبات يشكون ويدعون ويرجون، ولا أقول يشكين ويدعين. وأريد أن أقول أيضا إنني أعبر بهذه الصيغة عن المذكر وأيضا عن المؤنث. طلبت التفسير، الآن أنا سأذكر لكم. الآن أصل الفعل يشكو، تمام؟ يشكو ويدعو ويرجو، هذا بالنسبة لي المذكر. بالنسبة للمذكر النون هذه نون رفع الفعل المضارع، لأنه من الأفعال الخمسة، الطلاب يشكون ولم يشكوا،
يعني هون في عندنا النون اللي هي خاصة برفع الفعل المضارع الذي يكون من الأفعال الخمسة. أما عندما أوصلها بالطالبات فهنا النون هي نون النسوة، فالصيغة هي نفسها لكن السياق هو الذي يدلني على أن هذه النون هي نون النسوة أم نون جمع المذكر السالم بالنسبة لي جمع الذكور. هذه النون يعني كما وردت بإن هند المليحة الحسناء أو شيء من هذا القبيل، يعني النون سبحان الله هنا فعلا نون النسوة، لكن إذا كان للطلاب يشكون فهي نون الوقاية على ما أعتقد، أم ليست نون الوقاية وإن فعل مضارع، الفعل المضارع فعل مضارع، الذي من نعم الأفعال الخمسة. وعلامة رفعه ثبوت النون، نعم ثبوت صحيح، النون، نعم هذه نعم صراحة جميلة جدا، يعني لم أتوقع ذلك. كما قلت لك يعني المشكلة بأننا نحن نحتاج فعلا لهذه القواعد لأن نعرفها بطريقة وظيفية، وهذا سؤالنا سيكون لك، كيف يمكن أن نعمل بالطريقة الوظيفية في هذا المجال؟ وفرانشيسكو يقول هذا السؤال مفخخ فعلا. أخونا فرانشيسكو يتقن العربية، يعني أستطيع أن أقول يعني كلغة كأهلها وربما أكثر من ما شاء أهلها، بل الله. كان يتحدث معي عن الأخطاء الشائعة ويستغرب، يقول البعض لا يستخدم المفعول المطلق، لا يستخدم الحال، ويستخدمون من العبارات العجيبة عن اللغة العربية، فهو لديه تحمس كبير جدا للغة العربية أيضا. أسامة نعم خالد شيء يقول تحليل رهيب، أنا عذرا أنا أطلت في ذكر هذه الكلمة لأن فعلا شيء يعني أعتقد بأنه جميل جدا، يعني وأنا فعلا أشعر بذهول اتجاه ذلك. بس دكتورة لو سمحت أود أن أسأل بخصوص جميلة حسن، كانت تريد أن تقول هناك شيء سأله فرانشيسكو وتريد أن تضع الإجابة، أو جميلة هل يمكن لك أن تضعي لو سمحت الإجابة مجددا لكي لا نفقد أتمنى أن لا أكون قد قاطعتك، لكن لا ما في مشكلة. أهلا دكتورة. جميلة هل يمكن لك أن تكتبي الإجابة؟ مهند يسأل عن موضوع الميكروفون، نعم هناك مشكلة بأن عدة ميكروفونات فتحت في وقت واحد فسبب لنا مشكلة كبيرة لم نعرف ماذا نفعل، يعني لذلك طلبنا الكتابة بدلا من الكلام، وهذا الذي يحدث عندما يعني يفتح الميكروفونات كلها نضطر إلى إغلاقها، نعم فأخذنا نعم. تفضلي جميلة، يا ريت لو تكتبيها من أجل أن تقرأها الدكتورة رغد. نعم جميلة اكتبي لو سمحتي. ودكتورة رغد، جميلة حسن هي ظاهرة فريدة من نوعها، لغتها العربية قوية جدا، لن أتحدث عنها، ربما هي تتحدث عن نفسها فيما بعد. طيب ريثما تكتب جميلة، هل ممكن دكتورة رغد أن سأشير إليك إذا وضعت جميلة الإجابة يمكنك أن تمام تتابعي، تقول جميلة سأقول تابعي ريثما تكتب وبعد ذلك نتابع، أنا إن متأسف شاء على الله. المقاطعة. خلاص ما في مشكلة. نكمل معا. حرص يحرس، الصحيح حرص يحرس، وعذر يعذر، الصحيح عذر يعذر. حصل يحصل، الصحيح حصل يحصل. وهذا يعني نعرفه بالرجوع إلى أصل هذه الكلمات في المعاجم، فهو يبين لنا أن عين الفعل في الماضي كذا، في المضارع كذا، ونسير على هذه الطريقة. الحقيقة أنه في عصرنا هذا كثيرا يعني كثير من الأخطاء تحصل في هذا الجانب. رجع يرجع، الصحيح يرجع. كل ما قرأنا في النصوص العربية الصينية يكون عندنا ذخيرة لغوية نعود إليها عندما تشكل علينا كلمة من الكلمات. ويعني لذلك نحن نحث الشباب دائما على القراءة وعلى كسب حصيلة لغوية واسعة وغنية تجعلهم يقررون في الكلمة إذا كانت صحيحة أو خاطئة من خلال هذه الذخيرة اللغوية. كذلك غفل يغفل، غفل يغفل، حفل يحفل، الصحيح حفل يحفل، يحفل به يعني انتهيت من العمل، الصحيح أنهيت العمل. هنا بعض الإشكالات، يعني يقولون انتهيت من العمل، من الذي انتهى، الشخص أم العمل؟ المفروض أن ينسب، يعني نحن نعرف قضية المسند والمسند إليه بالنسبة للفعل والفاعل،
فيعني يعبر عن الأمر بطريقة واضحة وفيها وضوح وتحديد أكثر، أنهيت العمل أفضل من انتهيت من العمل. طيب هذه قضية تتعلق باسم المفعول، العرض مصان والأمر معاب والرجل مهاب، الصحيح مصون ومعيب ومهيب. اسم الفاعل واسم المفعول هناك طريقة في صياغتهما بالنسبة للثلاثي تختلف عن ما فوق الثلاثي. فأنا مثلا بالنسبة لي خرج، أقول خارج لاسم الفاعل، اسم المفعول أقول مخروج، وإن كان هذا غير مستعمل لكن كصياغة يعني أصيغها بهذا الشكل. طيب إذا كنت أتحدث عن الفعل أخرج، عندما يكون الفعل فوق الثلاثي كيف أصيغ اسم الفاعل واسم المفعول؟ أقول مخرج بالنسبة لاسم الفاعل ومخرج بالنسبة لاسم المفعول. لدينا الآن أربع اشتقاقات من الكلمة، عندما أخذت اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي صار عندي اثنين، وعندما زدت حرف على الفعل على أصل الفعل أصبح الفعل فوق الثلاثي، أخذت منه اسم فاعل واسم مفعول أيضا أصبح عندي اشتقاقين آخرين. فاختلاط الأمر في بعض الأفعال، اختلاط الأمر على الكاتب في بعض الأفعال يجعله يخلط بينهما، فلذلك جاءت مصان ومصون، معاب ومعيب إلى آخره. يقولون لغويات، واللغو في اللغة العربية هو الكلام الذي لا فائدة منه وليس له معنى، علينا أن نقول لغويات بضم اللام. ذلك الأمر عندما يقول غيبة، الغيبة والنميمة بكسر الغين، أما الغيبة فليست بهذا المعنى وإنما من الغياب، يعني غيبة اسم مرة من الغياب، من غابة يغيب. معفيون، الصحيح معفون، وهذه مثل مرجون وآخرون مرجون لأمر الله موجودة في القرآن الكريم، فتسير على هذه الطريقة معفون ومرجون، ولا أقول معفيون. ملغي أيضا خطأ، قرار ملغى، استعملها بهذه الطريقة. الصفحة التالية، مرتزقة، هل نسمعها في نشرات الأخبار بفتح الزاي، والصحيح أنها مرتزقة لأنهم يرتزقون، فمرتزقة اسم مفعول، أما مرتزقة فهي اسم فاعل، يعني هو يطلب الرزق من خلال هذا العمل، فالصحيح أن أستعمل اسم الفاعل وليس اسم المفعول لأنه هو الذي يقوم بهذا الفعل، هو الذي يطلب الرزق يسترزق يعني. آذان صاغية أم آذان مصغية؟ إذا قلت صاغية أصلها من الفعل صغى أي مال وزاغ، وليس هذا ما أريد أن أعبر عنه، أنا أقول آذان مصغية من أصغى يعني استمع، فمصغية اسم فاعل من أصغى. على دفعتين، الصحيح على دفعتين بفتح الدال لأنها اسم مرة على وزن فعل. مرآب، صحيح أن نقول مرأب لأنها من أصل الفعل رأبة واسم المكان منها على وزن مفعل فتكون مرأب. ناقش مختلف القضايا أم مختلف القضايا؟ القضايا تختلف وبالتالي فهي مختلفة بكسر اللام، هي اسم فاعل وليست اسم مفعول. من المتعذر، الصحيح من المتعذر يعني الأمر يتعذر علي يصبح صعبا، فمتعذر اسم فاعل، الصحيح استعمال هذه الصيغة. أمر مشين أم شائن؟ نعود إلى أصل الفعل، أصل الفعل شان أم أشان؟ أصل الفعل شان، إذن اسم الفاعل منها شائن وليس مشين. الوسيلة الأفضل أم الوسيلة الفضلة؟ الوسيلة مؤنثة وينبغي أن تكون صفتها مؤنثة أيضا،
فالأفضل للمذكر والفضلى للمؤنث، ولذلك هذه هي الصحيحة. كلا المدينتين جميلة. كلتا، أنا عندي كلا وكلتا في العربية، تستخدم للمذكر كلا للمذكر وكلتا للمؤنث، فينبغي أن أفرق، أقول كلتا المدينتين جميلة. طيب في كتفه الأيمن، صحيح في كتفه اليمنى لأن الكتف مؤنثة. والسن القانوني أم السن القانونية؟ أنا أنظر إلى الكلمة فيعني أفحص تعامل العرب معها، هل يتعاملون معها على أنها مذكر أو مؤنث؟ فبناء عليها أصفها بما يناسبها. السن أساسا هي مؤنثة وتوصف بصفة مؤنثة. هناك بعض الكلمات تتعلق أيضا ب، تعرفون الاسم المنقوص والاسم المقصور. المقصور هو الذي ينتهي بألف، والمنقوص هو الذي ينتهي بياء. فأنا أقول مجدي ومتعدي ومدوي، لكن هذه الكلمات إذا جردت من ألو الإضافة أخذت التنوين، فنقول فعله غير مجد. هنا ينبغي أن تكون تنوين، ربما أنا خطأ كتبتها كسر فقط، لكن هي ينبغي أن تكون تنوين الكسر في هذه الحالة. فعل متعد وليس متعدي. حدثا في جار مدون وليس مدوي. هو متعالي متسامي، خطأ هي هو متعال ومتسام. يا لهم من عباقرة صيارفة. طيب هذه كلمات في الممنوع من الصرف نتحدث عن وزن فعائل. عندي صيغة منتهى الجموع مفاعل ومفاعيل، ويمكن أيضا أن يجري عليها مثل ضوارب يعني هذا الوزن، لكن بشرط قالوا أن يكون بعد ألف التكسير إما وإما ثلاثة حروف أوسطها ساكن. فعندما نأتي ضوارب بعد ألف التكسير يوجد حرفان، أما عباقرة فبعد ألف التكسير يوجد ثلاثة أحرف وأوسطها غير ساكن، ولذلك هذه كلمات مصروفة وليست ممنوعة من الصرف. فأنا لا أقول من عباقرة، أقول من عباقرة وإلى صيارفة. بعضهم يعتبرها ممنوعة من الصرف فيجرها بالفتحة، وهذا خطأ، الصحيح أنها مصروفة وتجر بالكسرة. أختم الآن بهذا، حدد موضع الخطأ في الآتي. فقط لدينا جملتان: قرأت موادا علمية ودرست في مدارس كثيرة. اليوم سأكتفي بهذا القدر وأكمل الباقي معكم إن شاء الله غدا. فلدينا قرأت موادا علمية، كلمة مواد على وزن مفاعل، وهذه من صيغة منتهى الجموع فتكون ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف لا يأخذ التنوين، فأقول قرأت مواد علمية، مواد بفتح الدال بدون تنوين لأن الممنوع من الصرف لا يأخذ التنوين، مواد علمية. طيب درست في مدارس كثيرة، الآن كلمة مدارس ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة، فمدارس اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة بدلا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. كثيرة صفتها، كيف أقول كثيرة؟ الخطأ في كلمة كثيرة لأنها تتبع مدارس على المحل وليس على الحركة الظاهرة، لأن الحركة الظاهرة هذه حالة طارئة وفرعية. فكثيرة ينبغي أن تكون كثيرة في مدارس كثيرة، الصحيح كثيرة، وفي الأولى مواد علمية هي الصحيحة. أشكركم جزيلا على حسن الاستماع، وأرجو أن تكون هناك فائدة مما ذكرناه إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله. شكرا لك دكتورة رغد الجاجي على هذا العرض الشائق الجميل. ولا أخفي عليك شخصيا، أنا بالنسبة لي كنت دائما أقول لنفسي، يعني قضيت وقتي كله بأنني كنت أعطي دائما دورات تدريبية، فمتى يأتي اليوم الذي يمكن أن أعطي فيه، أن أخذ فيه دورة تدريبية أو أن
يعني أتعلم وأصبح تلميذا مجددا، وأؤكد لك أن رغبتي هذه قد تحققت الآن، وقد أصبحت تلميذا صراحة بكل ما تحمل هذه الحمد الكلمة لله، من معنى. وأنا العفو الآن بصراحة. أتعلم منك يعني، ولا يوجد لدي يعني، أنا أتكلم اللغة العربية، هذا شيء صحيح، وبين قوسين أتفاخر بها بين جميع المترجمين، لكنني اليوم أنا تلميذ بكل معنى الكلمة صراحة، يعني أقولها بدون أي والله مجاملة، تستاهل، هذا فضل منك هذا والله. من الناحية الشخصية. دكتورة، هناك سؤالان تكررا كثيرا، وبعد ذلك بعد أن أخذ أسئلة الأخوة الأكارم سوف نقترح فكرة فيما بعد، لكن السؤال الذي وردنا من الأخ الأستاذ مهند الثوابية، وأيضا من أستاذ آخر لا أذكر من هو، سأحاول أن أعرف من، يتعلق بالرسم، رسم الكلمات، يعني تنوين النصب مثلا زائد رسم التاء بكلمة رحمة من عند، يعني رحمة بالتاء المفتوحة أو المربوطة. يعني أنا على حد علمي هناك شيء يتعلق بما ورد عند الصحابة وما ورد عند التابعين، أعتقد أن الحركات كلها جاءت في عصر التابعين، فليس قضية أنها إذا وجدت في القرآن فهي بالضبط كما هي، يعني لا أعرف صراحة أنا، يعني ما هي قصة التاء في رحمة، وما هي قصة تنوين الفتح وقبل الألف أو بعدها، يستشهدون دائما بالقرآن الكريم، الياء مثلا، الياء في القرآن الكريم في الرسم الموجود أمامنا لا يوجد نقطتان في تحت الياء، يعني مثلا فقط، يعني هل يمكن أن تعطيني فقط إضاءة بسيطة عن ذلك قبل أن نعطي المجال للأخوة والأخوات للسؤال لو تكرمتي؟ الحقيقة أنه الرسم القرآني دائما يختص ب يعني قضايا تميزه، وكثيرا ما يكون هذا الأمر عبارة عن توقيف ممن كتب القرآن في أول مرة. ولذلك يعني عندما تطورت الكتابة، طبعا أنتم تعرفون يعني أنه الكتابة في بدايتها كانت حتى بدون نقط، الحروف كانت غير منقوطة، ثم تطور الأمر إلى أن وضعوا النقاط، ثم تطور الأمر إلى أن وضعوا الحركات. يعني عفوا، أعتقد ذلك على زمن التابعين وليس على زمن الصحابة، نعم، فهو بالتأكيد. إذن يعني فهو مقطوع، ولي يعني إذا أخذنا لغة الحديث فهو مقطوع وليس موقوف بمعنى آخر، لأنه على ما أعتقد بأن ذلك يوجد فيه اجتهادات، إذن يعني ليس فيه صيغة آمرة، يعني أنا آسف على المقاطعة، تفضلي. نعم بالتأكيد دكتور، ويعني ما أعرفه أن الرسم القرآني خاص به، ولا نستطيع أن نطبق القواعد الموجودة في الرسم القرآني على الإملاء العربي بشكل تام. يعني بالنسبة لي كما ذكرت حضرتك، قضية رحمة هي أحيانا تكتب بالتاء المفتوحة وأحيانا تكتب بالتاء المربوطة في القرآن الكريم نفسه، نعم، وبالتالي يعني أنا كيف يعني آخذ قاعدة من هذا الأمر؟ ولذلك يعني بالكتابات العربية وخصوصا في تعليمنا للأطفال لا نستطيع أن نعتمد على هذا الأمر كثيرا، وهناك طبعا تفاسير مختلفة لهذا الأمر، بعضها تفاسير مقنعة، وبعضها يعني لا نملك إلا أن يعني ننتظر تفسير مقنع أكثر. نعم، طيب، شكرا لك دكتورة رغد. نحن نبدأ الآن بأسئلتكم جميعا، لدينا الأخ مهند الثوابي، أستاذ مهند، ولدينا أمامة، ولدينا رجاء، بس أنا مضطر أغلق الميكروفون، معلش مهند سامحنا، أنت مهند فاتح من جهتين، من حسابين يبدو أو من كمبيوترين، فبعضهم يعني يعمل، وأمامة وفيصل وفرانشيسكو، والآن الأخوة الأكارم عند السؤال رجاء لاستخدام اللغة الرسمية لدينا وهي اللغة العربية الفصحى أو الإنجليزية، لكن هنا نحن نتحدث طبعا بالعربية، فالعربية هي العربية. مهند، نحن نعتذر منك في خصوص إيقاف الميكروفون، وأرجو أنني قد يعني وضحت السبب، ذلك كان خارج عن إرادتنا بسبب تضارب الميكروفونات مع بعض. الأستاذ مهند الثوابية هو مترجم وأستاذ في الإمارات العربية المتحدة، وهو أخ عزيز وصديق عزيز، تفضل يا أستاذ مهند بسؤالك. السلام عليكم. تفضل أستاذي، تفضل. أولا أشكر الدكتورة رغد على التوضيح الجميل صراحة التي قدمت به، وأشكر الدكتور الفضيل والفاضل والمفضال
محمد أبو ريشة على هذه المداخلة الطيبة صراحة. في عندي شغلة بسيطة وأقول هذا ما جنته على نفسها براقش، فاسمح لي اليوم يا أستاذنا الفاضل أنه أنا عندي فيه كثير من الملاحظات، أنت حر جبته لنفسك. دكتورة الآن في عندي سؤال بالنسبة للحن، وهذا بحث صراحة لصديق عزيز جدا اسمه الدكتور سالم وهو موجود معنا هنا، واللحن كثير يؤثر على الترجمة عندما نترجم. فالآن هذه ملاحظة أولى، كيف نتخلص منها أو كيف نعالجها؟ ثانيا، هناك شفت في العرض يلعب دور أو تلعب دور، هل هي لغويا صحيحة؟ لأنه ما نقول لك والله لعب الملك دورا، هل هو يعني يلعب؟ فدائما احنا نقول المجاز، نستخدمها الى المجاز، فلا اعرف هل هي صحيحة لغويا ولا لا. لعب هو يعني قاعد يلعب الى اخره. الان برضو كمان في بعض المصطلحات الهجينة، ما يعني ما دو يعني ما رأيك فيها؟ مثل سيف، شير، فرودة، يعني هذه الامور. في برضو كمان عندنا زي تفضلت انت انها لازم نحافظ. عفوا مهند، لدينا بس شو اسمه، لدينا اخوة واخوات من الدول غير الناطقة بالعربية يقولون لو سمحت تتكلم بالعربية الفصحى دائما، لان هناك بعض الكلمات التي كانت تخرج بالعامية. ما عذرا عن المقاطعة، ولكن اسئلتك انا ادونها اولا باول، تفضل. بخصوص بعض المصطلحات الهجينة مثل سيفة، شيرة إلى آخره. هناك برضو كمان أنوه إلى استراتيجية التقديم والتأخير، وهذه الاستراتيجية أحيانا تربك المترجم عندما يستخدمها الكاتب، قد يلجأ إلى تقديم وتأخير شيئا ما مما يتعب النص ويذهبه بعيدا عن المعنى المطلوب. في كلمة أخرى زي تون في اللغة الإنجليزية، نحن في اللغة العربية نقول توني، وهذه نوع من الإبيليبسي، معلش سامحوني. أيضا كمان في بعض الكلمات مثل أنتهز الفرصة، وإذا ما عدنا إلى أصلها هي من الانتهاز، ولا يجوز استخدامها في أن أنتهز الفرصة لشيء جميل، وإنما أغتنم الفرصة. الآن ما رأيك دكتورة أيضا في كلمة يتوجب؟ يتوجب هل هي من يأكل الوجبة؟ أرجو التنويه إلى ذلك، لأن حسب معرفتي، وهذه أخذتها من بروفيسور في اللغة العربية درسني في الماجستير، وجهني إلى عدم استخدامها في هذه الطريقة لأنها تدل على التوجب، يعني الأكل الوجبة. الآن بالنسبة إلى اسم الفاعل واسم المفعول، وهذه استشهدت بها من الدكتور العزيز سالم وهو موجود معنا، لما قال الحطيئة إلى الزبرقان بن بدر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هنا استخدم اسم الفاعل بدل اسم المفعول وهو ذم، طبعا لتناوب الصيغ الصرفية. فالآن أرجو يعني بس تنويها على هذا الكلام، الله يجزيك خير. و والله يا أستاذ مهند الآن فهمت ما تقصد عندما قلت إنني فتحت على نفسي بابا. نعم، فتحت على نفسك باب لن يسد أبدا أبدا. طيب، لن يسد، لن يسد. أنا فخور جدا بالأستاذ مهند، الأستاذ مهند من العقول اللامعة صراحة، وأثلج صدري هذه الأسئلة التي ذكرها. دكتورة رغد، أود أن أتحدث إليك عن هذا الموضوع الذي تحدث فيه الأستاذ مهند، بس مداخلة بسيطة جدا أستاذ الفاضل، بس لأنه عفوا مهند هناك بعض الأشخاص يريدون أن يتحدثوا ولم يعد لدينا وقت صراحة. لاحظة واحدة فقط لغير، تفضل. أود فقط من الدكتورة الفاضلة بالنسبة لاستخدام حيث، يقول لك حيث قال فلان، هنا حيث أنا حسب علم المتواضع أنها تدل على ظرف مكان،
معدد أما أنا لهذا الباب أن يغلق. أنت تفتح باباً باباً سوف نغلق الباب. لا هذا شكراً لك، شكراً لك، ألف شكر، ألف شكر يا أستاذ. فقط واحدة لا لا مهند، لا رجاءً رجاءً، هناك أستاذ فيصل ينتظر، فرانشيسكو وأمامة وكلهم، رجاءً واستخدام كلمة كما رجاءً 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 أستاذ مهند لو سمحت. انتهيت. جزاك الله خير. الدكتورة رغد، أنا أريد أن أختصر عليك كل هذه الأسئلة بسؤال واحد فقط، هي هل هناك إمكانية لوضع تشيك ليست يسمونها بالإنجليزية، قائمة التحقق للمترجم لكي يستخدمها فلا يخطئ من واقع الترجمة؟ هل يمكن أن نبحث عن نماذج متكررة من أخطاء المترجم ونضعها؟ يقول مهند، هناك لحن في الترجمة في العلامات الإعرابية وغيرها، والفاعل والمفعول به، المنصوب والمرفوع والمجرور، ولكن يسألك أيضا عن أسئلة محددة لعب دورا. ويقول أحد، يقول الأساتذة وخاصة كتاب معجم الأخطاء الشائعة للدكتور محمد العدناني، يقول لا نقول لعب دورا إنما مثل دورا، هكذا يقول. فيسألك عن رأيك الشخصي بذلك، ما رأيك في الكلمات التي الأجنبية التي تستخدم وقد راعت الناحية الصرفية العربية مثل سيبة وشيريرة وفرودة؟ هناك قضية التقديم والتأخير، هل تنصحين بشيء أو ما رأي اللغة العربية بالتقديم والتأخير؟ لأن هذه مشكلة حقيقية في الترجمة، أن المترجم يقدم ويؤخر على هواه دون مراعاة لمتى يقدم ومتى يؤخر، وهناك انتهز الفرصة ويتوجب اسم الفاعل وحيث التي يستخدم في المكان، لكنهم يستخدمون معناها لأن. أنا آسف أطلت، لكن تفضلي دكتور رغد. شكرا جزيلا على أسئلتكم. الحقيقة ما يتعلق بالقوائم اللي حضرتك ذكرتها بالنسبة للترجمة، يعني أعتقد أنه الأمر أوسع من أن يحصر في قوائم، لأن القوائم ستكون عبارة عن قواعد اللغة بأكملها، فأنا كيف أستطيع أن أحصر هذا الأمر في قوائم محددة؟ حتى الكتب التي تؤلف في لحن العامة أو في الأخطاء الشائعة، يعني كل بضع سنوات تظهر كتب جديدة لأنه هناك أخطاء جديدة تظهر. فيعني لا أعتقد أن الأمر يمكن أن يحد بقوائم معينة، وإنما القضية عبارة عن إتقان لقواعد اللغة، التشبع من النصوص الرصينة في هذه اللغة، ومن ثم التعبير عن الأفكار التي تنقل من اللغات الأخرى أو النصوص التي تنقل من اللغات الأخرى، التعبير عنها بلغة رصينة نابعة من هويتنا نحن. في بعض التعبيرات اللي حضرتك ذكرتها مثل لعب دوراً، مثل أنتهز الفرصة، يعني في النهاية أنا أعبر بألفاظ عربية على أوزان عربية، لكن أنا أعطي أحياناً الفعل أو الكلمة شيء من المجاز. أنا شخصياً أتجاوز عن هذا الأمر ولا أعتبره خطأً، لأن الحقيقة يدخل المجاز في اللغة. يعني كيف جاء الشعراء السابقين بكل هذا القدر من المجاز والاستعارات والخيالات التي وجدت في الأدب القديم؟ كله من خلال الانحياز بدلالة الكلمة قليلاً إلى اليمين إلى اليسار، وبالتالي ظهر عندنا المجاز. فأنا يعني لا نريد أن نضيق الأمر كثيراً على الكتاب حتى لا يحدث هناك شيء من الانفجار، ويعتبرون أن اللغة صعبة ومعقدة وغير قادرين على الإحاطة بها. لا، نترك هناك مجالاً لهؤلاء الكتاب بالتعبيرات المجازية، بحيث أنه هي لا تخرج عن نظام اللغوي. يعني لعب دوراً أنا شخصياً لا أرى أن فيها مشكلة، لعب أساس الكلمة عربية، ودوراً أيضاً أمر تركيبهما يعطي معنى واضح ومحدد، وكل ما في الأمر أن الكلمة أخذت شيئاً من المجاز، فأنا يعني شخصياً لا أرى أن هناك مشكلة. سيد شير كذا، لا، هذه أنا شخصياً أرى أن فيها مشكلة، لأنه أنا آتي بكلمة غير عربية وأضعها على أوزان العربية، طيب ألا يوجد عندي من ألفاظي ما يغنيني عن هذه الكلمة؟ موجود وبكثرة، يعني أنا أستطيع أن أقول حفظة وشارك وإلى آخره، والكلمات ليست مثلاً، يعني لا، الكلمات ليست مثلاً آتية من عصور قديمة، يعني حفظة أنا أستعملها في كلامي العادي، شارك أنا أيضاً أستعملها في كلامي العادي، إذن هي ليست كلمات صعبة وغريبة ومعقدة ومستعصية على الاستعمال، لا، يمكن استعمالها، ولذلك يعني أرى أن هذا غير ممكن. تذكريني بقاموس بكمبيوتر الصخر في الثمانينيات يعني،
وضعوا لغة برمجة بالعربية بمصطلحات عربية أصيلة، يعني جميع المصطلحات الإنجليزية اللي استخدموها استخدموها، وكنت أبرمج يعني فيها، والذي عمل على جميل. كمبيوتر صخر أعتقد أنه يعرف يعني هذا الموضوع. نعم. بالنسبة للتقديم والتأخير، هناك أصول لهذا الأمر في العربية، يعني هناك حالات يجب فيها تقديم المبتدأ، وهناك حالات يجوز فيها تأخير المبتدأ، وهناك حالات يمنع فيها تأخير المبتدأ. ومن ثم أنا يعني أنا محكومة بالتقديم والتأخير بقواعد لغتي، ولا أستطيع أن أقدم وأؤخر كما أشاء. طيب، ماذا بالنسبة للخطأ حيث، الذي يقول الأستاذ مهند إن الناس أصبحوا يستخدموا حيث بدل حرف الواو، يعني ذهبت إلى فلان حيث طلبت منه كذا، حيث قال لي كذا، هكذا تسمعينها عدة مرات بدل حرف الواو، نعم وبدل لأن، أسمعها، يعني نعم. يعني أنا لا أستطيع أن أقول إنها خطأ، أنا برأيي إنها خلاف الأولى، يعني كما قلت ذكرت في بداية اللقاء أنه نعم، لا نحكم مباشرة على الكلمة بأنها خاطئة، لا نتشدد. نعم، هناك نعم يكون هناك وجه لها. طيب، شكرا لك دكتور رغد. الحقيقة يعني هو الجواب بهذه الطريقة، يعني أعتبره نعم، قليلا، لأن السياق هو الذي يحكم، السياق هو الذي يساعد المدقق على أن نعم، يصل كلمة ويضع كلمة مكانها. طيب، شكرا لك دكتور رغد. الحديث طبعا يطول حول قضية الأخطاء الشائعة وغيرها. الأستاذ فيصل، أعتذر منك كثيرا على التأخر، جدا جدا جدا، لكن كما ترى يعني الحوار جميل. وتفضل دكتور نعم فيصل. نعم ولا يهمك. مساكم الله بالخير. فيصل كريم، ممارس ترجمة ولا أقول مترجم. فالحقيقة يعني لا أود أخذ يعني وقت كثير من الأخوة الكرام الزملاء المشاركين، فقط يعني كانت عندي بعض الملاحظات الحقيقة كثيرة نوعا ما، وكان يعني كنت أعتقد أن الموضوع سيركز على الترجمة، لكن من الجيد أن الدكتورة الفاضلة يعني رغد يعني ناقشت الهم الكبير على المترجمين يعني أو على الممارسين الترجمة أمثالنا. فالحقيقة النقاط كثيرة، لكن يعني أشدت انتباهي مثلا أو لفت انتباهي مسألة الاعتزاز باللغة. الحقيقة عندما قمت بترجمة يعني كتاب كان عن الفيزياء السنة الماضية، حاولت التركيز على هذه النقطة، يعني حاولت، ويبدو أن هذا كان يعني غير ملائم للناشرين وغير ملائم للباحثين، حاولت أن الكتاب يكون المتن فيه يعني باللغة العربية الخالصة، يعني عدم وضع الكلمات الأعجمية كثيرا، رغم أن كتاب فيزيائي يعني، وكان يعني يريد بعض المفاهيم كنت يعني أضعها في الحاشية. فلا أعلم يعني هل هذا الكلام، إن قيل لي لاحقا إن لا، هذه النقطة قد لا تعجب الباحثين وقد لا تعجب المختصين إلى آخره، يعني يجب ذكر الأسماء كما هي يعني بلغتها المأخوذة منها، ألا وهي اللغة الإنجليزية، إلى جانب التعريب، يعني محاولة التعريب، اجتهدنا في التعريب في هذا الكتاب. النقطة الثانية يعني هذه نقطة الاعتزاز باللغة، قدر الإمكان نحاول ونجاهد، لكن يعني أحيانا يعني ليس بوسعنا ذلك كثيرا. النقطة الثانية مسألة التنوين على الألف أو على الحرف الأصلي، يعني الحقيقة في الأستاذة جميلة حسن يعني تعرف اللي هو الأستاذ في تويتر، كثيرا يعني حصل نقاش في تويتر مع أستاذ اسمه الرقيب اللغوي، يقول إن المدرسة الشرقية هي التي تضع التنوين على الحرف اللي هو قبل الألف، يعني مثلا إذا جزءا أو كبيرا نضع التنوين على الحرف قبل الأخير، لكن المدرسة المغربية تقول هي التنوين على الألف نفسه لأن هذا غرضها. فبالتالي يبدأ، أنا كنت ألتزم يعني سابقا، يعني لم أعلم أن هي مدرستين إلا مؤخرا، كنت أخذ مدرسة الشكل الشرقي هذا، لأن هو يعني كنا نعتقد أن هذا الشكل الأصلي أو هذا العمل الصحيح، لكن تبين أن كلاهما صحيحين. يعني مسألة التشدد في اللغة، وهذا يقودني إلى نقطة أخرى على عجالة، إن نموذج التشدد يعني ذكرنا فيما سبق إن قال اللي هي كلمات القول، يعني قال يقول قيل إلى آخره، يعني يجب أن يعقبها إن وليس أن، إلى أن جاءني أحد الأساتذة الكرام وقال لي لا، هذا ليس لازما. نعم هو أوكي يعني يفضل، لكن في مثلا هو قال لهجة بني سليم، يعني قبيلة بني سليم تقول قال أن أو يقولون أن إلى آخره. بالتالي مسألة التشدد هذه يعني الحقيقة يعني أحيانا يجب أن يقال ليس أن هذا خطأ وهذا صح، بل يجب أن هذا أفضل أو هذا أعم أو هذا أشمل.
وهكذا يعني يفترض أن يقال لنا يعني إذا نحن نمارس ترجمة. أيضا يعني مدى صحة يعني قال لي أحد الأساتذة اللغويين ولا أتذكر من هو الحقيقة، لكن قال لي أن كلاهما كلا للمثنى يعني أو كلا الأمرين أو كلا الأمر إلى آخره كترجمة لكلمة both يقول لا يعني ليس مفضل أن نستخدم كلا، يعني لماذا لا نقول مثلا الأمرين مع الأمران معا أو كذا أو يعني معا، فيقول إن كلا يعني يقول هو الرجل على ما أتذكر يعني إن يعني غير سليمة أو غير صحيحة يعني هكذا يقول. لكن أنا الحقيقة كان ودي يعني أطرح أيضا يعني نقاط أخرى بمسألة العبارات الاصطلاحية، لكن الدكتور واضح محمد يعني أترك الفرصة ربما غدا إن شاء الله أو في المحاضرة الثانية اللي هي يعني ما اللي أسميها مقتل المترجمين ألا وهي الإيديومز العبارات الاصطلاحية كما ظهر لي خلال فترة طويلة. شكرا دكتور محمد. شكرا لك أستاذ فيصل على كل هذه الملحوظات التي تفضلت بها. أجيبك على السؤال ما قبل الأخير، أعتقد بأن مثل هذه الأشياء التي فيها أخذ ورد وخلافات ربما نتركها إلى الملتقى نفسه أن نطرح هذه التساؤلات، وبعد فترة نغلقها لأننا ربما لا نصل إلى نتيجة صراحة. لكن أنا سؤالي دكتورة رغد من خلال ما تفضل به الأستاذ فيصل مشكورا تحدث عن ألم كبير جدا، نحن نعمل في الترجمة، فالأستاذ فيصل ترجم كتابا بالفيزياء، ومن أجمل شيء بالفيزياء أن نقدمه بلغة عربية نعتز بهويتنا وانتمائنا لها، لكن الناشر هو الذي سيدفع لنا المبلغ المال المبلغ بالنهاية المال بالنهاية، فيقول لنا، واسمح لي أستاذ فيصل أن أغير بكلامك بطريقتي الخاصة لأنني أنا لا أستحي من تفضل خذ هذه راحتك الأشياء، استاذنا. فإن الحال الذي يحدث أن الإنسان الواحد أن المترجم يرسم غابة جميلة فيها بحيرة وفيها شجر وفيها أشياء جميلة جدا أحسن من ليوناردو دافنشي ورسوماته، ويأتي بها إلى الناشر، فيأتي الناشر يقول له جميل لكن ريت ليتك ترسم لي فيلا يطير، وليتك ترسم في لا ترسم لي أرنب 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 صورة أرنب يأكل مثلا القطط على سبيل المثال. هذا ما يحدث معنا حقيقة دكتور رغد. هذا سؤالي لك الآن، فنريد أن نجيب على هذا السؤال. باقي الأشياء أستاذ فيصل هي أشياء خلافية لا نريد أن نستفيد بها الآن حاليا، لكن هذا السؤال دكتور رغد، يعني مقتل المترجم بين سندان اللغة العربية والاعتزاز بها والناشر والعميل. يعني مشكلة الحقيقة مشكلة كبيرة جدا يعني وكلنا أعتقد نواجهها بطريقة أو بأخرى، والسبب هو الجهل والجشع و يعني وكل الصفات السيئة، لا أدري ماذا أقول. يعني أنا أريد فقط أن أعقب على قضية ذكرها الأخ تتعلق بكلا وكلتا. إذا قيل أنه هي أخذت من اللغة الإنجليزية أو ما شابه، لكن هي موجودة أصلاً في القرآن الكريم، يعني عندنا كلتا الجنتين آتت أكلها فهي موجودة. لكن إذا كان هناك استعمال لها بطريقة مختلفة فربما الخطأ في استعمالها جاء من ترجمات غير صحيحة أو يعني ترجمات حكمية، لكن هذه موجودة، وكلا تستخدم للمذكر وكلتا للمؤنث. فهي شكرا لك دكتورة. دكتورة أنا آسف مضطر أن أنتقل إلى الإخوة الأكارم الذين رفعوا يديهم لأنه لم يعد لدينا وقت إطلاقا. الأستاذ فرانشيسكو، أخينا فرانشيسكو تفضل. تفضل شكرا. فرانشيسكو. هل تسمعني؟ نعم صحيح نسمعك. آسف أوكي. سوف أمر بعجلة وليس بعجالة، وهو من لأن العجالة في العربية هي وجبة للسفر مثلا، وهذه مثل هذه الأشياء التي تحدث يوميا أن هذه الكلمة هي تستعمل. نحن كمترجمين وأنا كأجنبي لابد أن أسلم بالأمر الواقع وأدرك أن المتكلم العربي هو يقصد به العجلة وليس العجالة بالمعنى في العربية الفصحى مثلا. فيما يخص أنا أحب أن أطرح مقترحا وهو مقترح كبير، أنه فيما يتعلق بالإقحام في العربية
وهو يعني أن يتعدد المضاف، أن يكون المضاف أكثر من واحد، مثل كتاب ودفتر التاريخ مثلا، وهذا في العربية مبدئيا ليس مقبولا، لكن أو غرور وتكبر الأستاذ مثلا، وهذا في العربية خطأ، يسمى هو إقحام. ولكن ما هو يعني لماذا لا نقبل بالأمر الواقع وهو أمر مقضي عليه؟ فيما يخص أنا أود أن بالنسبة لي اسم التفضيل، وهي إذا كان كبرى أو أكبر، بالنسبة أنا أجد غريبا القول هي جملة المدن، هي أجمل مدينة مثلا، أكبر مدينة، أجمل بنت. هناك في العربية أمور هي في تطور، ومن ضمن الأمور التي تتطور هي هذه، أن الإضافة هو قيد من القيود الشديدة على العربية، بدليل أن جميع اللهجات هي طورت آليات بديلة، مثل عندك تابع، ابتاع، امتع، تع، ديال، حق، وما إلى ذلك من الأمور. لذلك لما نقول إن العربية هي لغة مرنة، هي مرنة إلى حد ما مثلا. وأنا أحبذ هذا اللقاء خاصة لأننا نستطيع أن نتحدث عن أمور نصطدم بها عند الترجمة. وأشكركم جميعا، وخاصة الأستاذة الفاضلة التي تفضلت بالمحاضرة. شكرا لك أخي فرانشيسكو على الكلام الذي تفضلت به. دكتورة رغد، من الأخطاء الشائعة الموجودة هي الإقحام، وهي أيضا تكرار لما يقوله الغرب مثلا بوضع يعني كلمتين كلاهما يعني مضاف لمضاف إليه واحد، دفتر وقلم الأستاذ. لكن السؤال هو يعني نحن الآن في عصر التطور ويجب أن نكون مرنين، فلماذا لا نقبل بهذه التغيرات؟ الحقيقة في كتاب كنت بدأت بتدقيقه وكانت تواجهني مثل هذه الجمل، فأنا نفس السؤال خطر في بالي، أنه لماذا لا أتركها وأتهاون في هذا الأمر. لكن أنا بعد ذلك يعني سيرا على طريقة التطور اللغوي، أنه طيب لماذا يعني لا نترك الأمر على حاله ونسير، يعني ليس هناك مشكلة إذا قلت رئيس الدولة أو رئيس ووزير الدولة، بدل أن أقول رئيس الدولة ووزيرها. لكنني في كل مرة كنت أمر عند هذه التعابير كنت أستطيع تغييرها بسهولة ولم تكن تشكل إشكالا. فإذا كان الصح المستوى الصحيح على المستوى اللغوي الصواب يعني قادر، أنا قادر على الوصول إليه، فلماذا أرضى بالخطأ؟ هو دكتورة رغد، هل يمكن أنا من وجهة نظري الترجمة أن أتكلم بعقلية المترجم الآن؟ الذي أراه في تدقيق عمل الترجمة عندما أدقق بعض الأعمال، هذا على الأقل السنوات الماضية، كان موضوع معيار الجمال، أين هو الجمال في اللغة؟ فكنت أرى بأن هذا الخطأ نقبله، وهذا الخطأ نقبله، وهذا الخطأ نقبله، وهذا الخطأ. في النهاية أؤكد لك وأؤكد الأخوة الكريم بأنني ما وجدته من تجربتي الشخصية أن النتيجة كانت مسخا كاملا، مسخ كامل بكل ما تحمل هذه الكلمة معنا. طيب الأستاذة أمامة تفضلي. فقط نقطة دكتور محمد لو سمحت. تفضلي. الأستاذ كان يقول إن الإضافة قيد، وأنا أرى أن الإضافة عبارة عن إثراء وليست قيدا على اللغة. فيعني فكرة أن اللغة العربية مرنة إلى حد ما، هذا لأنها تمتلك نظاما قويا هو الذي يجعلها ثابتة. ولو لم تكن كذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى بها كتابه الكريم المعجز للبشر. هو في الواقع هذا
عفوا مضطر أن أمشي فقط بالأساتذة، الأسئلة كثيرة ولم يعد لدي الوقت، لكن أعتقد تفضل. بأن قضية هو يجب أن نميز دائما بين مرونة اللغة ومرونة المستخدم. فالمستخدم نعم الذي يريد أن صحيح. يرسم فيلا يطير، هذا لا مرونة عنده بالمرة، هذا هو المتشدد، على هذا وجهة صحيح. نظر الشخصية يعني. نعم. أمامة تفضلي أستاذة أمامة. السلام عليكم. أستأذن حضرتك دكتور رغد أن تعيدي الفرق بين تعيدي شرح الفرق بين معيب ومعيب، لأن النت عندي يعني لدي غير مستقر فلم أسمع الفرق. وأيضا سمعت دكتور، قصدي قرأت لدكتور محمد سؤالا يقول يتوجب معناها يأكل وجبة واحدة، فوجدت أن معناها في المعجم يتوجب معناها يأكل وجبة واحدة في اليوم والليلة، فهذه يعني مجرد إضافة أردت أن أضيفها. ولكن سؤالي الأساسي، ما الفرق بين معيب ومعيب فقط؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك يا أمامة، شكرا لك. طبعا المحاضرة هي إن شاء الله ستكون مسجلة ومتاحة. دكتورة رغد، على وجه يعني بسرعة يعني، لو تفضلت يعني، ما نعم، هي بالنسبة لي، تفضلت هي الأخت يعني بالنسبة السؤال لي هو. معاب، معاب اسم مفعول أتى من الفعل أعاب، وأصل الفعل في هذا هو عاب وليس أعاب، ولذلك عاب أنا آتي باسم المفعول منها على وزن مفعول، فهي أصلا تكون معيوب، ويحدث هناك شيء من الإعلال والإبدال والحذف تصبح معيب. نعم. معاب غير صحيحة لأنها آتية من الفوق الثلاثي، أما هذا الفعل فهو ثلاثي فاسم المفعول منه معيب. هي كانت لديها أيضا ملحوظة أخرى فيما يتعلق بيتوجب، وفقا للقاموس المعجمي يقول يتوجب معناها أكل وجبة في الليلة أو في المساء أو في الصباح أو شيء من هذا القبيل، وهي تختلف عن يجب. يعني هذا هو السؤال الذي كانت، أو هذه التعقيب الذي قدمته. رفيدة تفضلي. يا رفيدة عذرا طبعا دكتور رغد، لكن الأولوية الآن في مع انتهاء الوقت، بقي 8 دقائق فقط، هي أن نعم، في نأخذ مشكلة. الأسئلة ونرى. مرحبا. تفضلي رفيدة. أولا أود أن أشكر دكتور رغد على وقتها. فقط أريد أن أعقب على مسألة يلعب دورا. أعتقد أن نقطة الخلاف فيها هي أنها ترجمة للتعبير الإنجليزي play a role، وأعتقد أن هذا هو وجه الاعتراض عليه. لدي فقط بعض الأسئلة أود أن أسأل الدكتور رغد. الفرق بين اثنين كعدد ويوم الاثنين، هل الاثنتان همزة وصل أم أن يوم الاثنين بهمزة قطع؟ أيضا استخدام عبارة بالنسبة لكذا، لأني قرأت من قبل أنها غير فصيحة، والنسبة في اللغة العربية بمعنى يعني بمعنى مقدار الشيء أو نسبته من شيء معين. وآخر سؤال هو أريد أن أسأل أين سيتاح تسجيل المحاضرة إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب فيما يخص التسجيل بإذن الله تعالى سنضعه في الملتقى. دكتورة رغد، اثنين وبالنسبة لي السؤال أعتقد واضح يعني. نعم، بالنسبة للرقم 2 همزته همزة وصل بلا خلاف. بعض العلماء يرى أن يوم الاثنين هو أول أيام الأسبوع، إذا طالما أنه أصبح علما على هذا اليوم فخرج من أصل وضعه الدال على العدد، وينبغي أن يأخذ همزة القطع فيكتب بهمزة قطع الاثنين، لكن هذا ليس هو الرأي الشائع، والشائع أنها تكتب بهمزة وصل. كذلك الأمر بالنسبة لابتسام، على سبيل المثال ابتسام أصلا همزة وصل، لكن بعضهم يرى أنه إذا سميت بها بنت أو يعني أصبحت علما فتصبح همزة قطع، لكن هذا ليس هو الرأي الشائع، والرأي الغالب أنها تبقى همزة وصل ولا نعم. تكتب قطع. بالنسبة لي ما عندي فكرة بالضبط الحقيقة، لم أسمع أنها يعني ممنوعة أو غير مقبولة، لم أسمع. أعتقد ربما يعني رفيدة، أعتقد أن هذا بقاموس الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني على ما أعتقد، ربما نعم، ربما لا ممكن، هي دارجة على لساننا كثيرا. نعم، صحيح. ولكن أنا من ناحيتي يعني قرأتها إنها كانت خطأ، لكن لا أعرف. جميلة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا عندي بس كم تعليق إذا أذنتم لي. تفضلي أستاذة جميلة. ذكرت دكتور محمد أن المثل يقول خطأ شائع خير من صواب مهجور أو صحيح مندثر. التعليقي على هذه المقولة أن فيها شيء من تكريس الخطأ. عفوا هذه ليست مقولتي، أنا لم أذكرها، يعني لا لا بعضهم ذكرها يعني أنا لا أعرف. نعم نعم أنت سألت عنها. سألت عنها. نعم بالضبط. صحيح. نعم. أقولها. نعم. نعم. صحيح. نعم. تعليق عليها أن استخدام أو استعمال الخطأ الشائع هو من تكريس، من باب تكريس الخطأ، وهذا غير مقبول تماما. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، الأخ مهند ذكر أنه ينبغي التنويه على بعض الأخطاء، والصواب أن نقول أن التنبيه، لأن التنويه يكون بما هو حسن، فنقول أنوه بالجهود المبذولة مثلا، لكن التنبيه يكون للأخطاء وما هو غير جيد. النقطة الأخرى بالنسبة للألف التنوين، الفتح بعد الهمزة المتطرفة على السطر، كتبتها لكم، فهل يحتاج أعيدها؟ حبذا لو سمحتي. طيب، إذا كان الألف التنوين بعد فتح الهمزة المتطرفة على السطر لها حالتان، ينظر إلى الحرف الذي يسبق الهمزة، فإذا كان الحرف الذي يسبق الهمزة مما لا يوصل بعد كتابته، مثلا حرف الدال، الراء، الزاي، الذال، هذه الحروف تظل الهمزة كما هي على السطر، نحو بدءا، رزقا، قرأا، هذه تظل على السطر. أما إذا كان الحرف الذي يسبق الهمزة مما يوصل به بعد كتابته، فتكتب الهمزة على نبرة. من الحروف هذه مثلا الباء في عبء، الباء يوصل بما بعده كتابة، فنكتبها الهمزة على نبرة. ومثلها شيء، نكتب الياء مما يكتب ويوصل كتابة بما بعدها، فنكتبها الهمزة على نبرة. هذا للتوضيح يعني فقط. شكرا. شكرا لك يا جميلة. شكرا لك دكتورة رغد. معها حق صحيح، تنبيه الأفضل أن تستعمل بدل تنويه في هذه الحالة، لأنه فعلا كما ذكرتي أخصي كلمة تنويه بمعنى رفع الذكر، وبالنسبة للهمزات طيب دكتورة رغد، نعتقد بأننا قد انتهينا من لقاء اليوم، سنلتقي غدا بإذن الله تعالى. وبإذن الله تعالى شكرا لك على كل كلمة قلتيها. كما قلت لك يعني أنا شخصيا الآن عبارة عن طالب تلميذ للمرة الأولى ربما في حياتي كلها الآن، ونتمنى، وشكرا لجميع الأشخاص الذين حضروا معنا، شكرا للأساتذة والأخوة والأخوات الذين شاركوا، شكرا على كل مشاركتكم. إذا كان هنالك لديكم أي أشياء تريدون أن تضيفوها أو تبدون رأيكم فيها فلا بأس في ذلك، لكن لنجعل ذلك في الملتقى سوف أفتح موضوعا خاصا بذلك. جميع نقاشاتكم في هذا الموضوع فقط في منشور واحد، من أجل ألا تكون هنالك تكرار لمنشورات أخرى. وكما قلت سوف يبقى هذا النقاش لمدة بضعة أيام، يومين، ثلاثة، أربعة، وبعد ذلك نغلق الموضوع نهائيا، لأننا لا نريد أن نصل إلى اختلافات كثيرة. ألف شكر لك دكتورة رغد. بعد إذنك، بعد إذنك، تذكرت بالنسبة لي حبيت بس أذكرها الآن. الصواب بالنسبة إلى وليس بالنسبة لي.
بالنسبة إلى هل جميلة، أعتقد ربما هل يمكن أن نضع هذا السؤال أو هذه النقاشات في المكان الخاص بالملتقى، لأنني إن الآن شاء الله. بدأت بالتشوش نوعا ما، فلا أعرف ما الذي يمكن أن أقوله. طيب، شكرا لك لكم دكتورة تحية. رغد مجددا، وشكرا للأخوة الكرام، وتصبحون على خير. جزاكم الله السلام خيرا، عليكم جزاكم ورحمة الله الله خيرا جميعا، وبركاته. في أمان الله.